بهيجة. انت بتنام على ودانك يا واد؟ بقالي ساعة بخبط على الخشب، سامعني وعامل نايم؟ انت اترش يا واد يا فكري. ايه بس اللي حصل على الصبح يا عالم؟ اخرس يا منعم، ده انا هوديك في جناي. انت فاكرني ايه يا واد؟ من الولاية اللي بينضحك عليهم؟ بس اللي حصل على الصبح يا ست فاطمة. يا هو انت بتسكن البدرون من ورايا يا فكري؟ هو البدرون ناقص سكان يا عالم؟ فهمني هنا ورسيك. اتفضل يا عم. ايه ده يا واد؟ ايه العفش ده؟ ده صالون، دول جايبين هنا صالون يا فاطمة. ده لازم سكان عدلين يا ست بهيجة، ده اللي يجيبوا صالون بالشكل ده يا اختي يبقوا سكان عدلين قوي. سكان مين بس انت كمان يا ست فاطمة؟ سكان مين بس؟ كلمني انا هنا يا واد. نعم. انا اللي قدام عينك اهو. نعم. بتسكن حضرتك اللي على كيفك. اه. بيت ابوك ده. نعم. بدرون البشوات جدودك. هتتهني ما تشتمنيش على الصبح، انا راجل غلبان. يا اخويا ما ادري الحق عليك يا فكري. وانا بس عملت ايه يا ست فاطمة؟ هي جايباك هنا ومسلمك العماره بتاعتها. طيب. منك بواب ومنك بياع ومنك كل حاجه. ايه. مش عشان تخدمها وتشوف مصلحتها؟ ما تقولش كفايه عليا المصايب اللي في القبط. رايح جايب لي دواهي جديده؟ تعال هنا قول يا ولد. ايه اللي حصل؟ طيب. اتكلم اوقات. طيب طيب سيب الكتف مختم من العفش اللي شلته طول الليل. هو جحر فرانك تسكن فيه اللي على كيفك يا واد انت؟ فاكرني ايه يا واد؟ مش حاسه؟ مش عارفه اللي بيحصل تحتيا ايه؟ عارفه ده لغايه الساعه واحدة بعد نص الليل وانا ما نمتش. سامعاكم وشايفه بعينيا العربيات وهي بتدخل العفش للساكن الجديد. عربيات يا ست بهيجه؟ يا فاطمة، واحدة رايحة وواحدة جاية. ازاي ده؟ وكله عمال يتحول على هنا في البدرون. آه. مرضتش اتكلم عشان ما اعملش فضيحة في الشارع. قلت يا بنت خليهم الصباح يا باح، اما يطلع لهم نهار. وهو النهار بس لسه طلع يا عالم. ده كوع الواد. انت يا واد انت يا بولع. طيب قول لي هنا يا واد. لا لا. ايه اللي حصل يا واد؟ ايه؟ مين السكان اللي انت جايبهم هنا في البدرون؟ دفعوا لك كام خلورين؟ كام؟ الخليه ورجلي مين بس يا ست هاني؟ الخليه ورجلي مين بس؟ ما هو يا واد يا فكر الصالون بتاعهم. هو يا واد هتكذب عليا انا رخره؟ صالون مين يا عالم؟ ده صالون الاستاذ رجائي. صالون مين يا واد؟ الاستاذ رجائي اللي ساكن في الاوضه دي. يعني انتوا خلاص ما انتوش عارفينه؟ هو ورث يا واد يا فكري. عمه مات يا واد. ورث يا واد؟ هو ده الورث. باع اوضتين وفضل الاوضه دي بالورث. ورث اوض؟ عمه لما مات ما سابش غير اوض. الله، مش كان لازم تديني خبر يا فكري؟ يا اخويا مش تقول للست يا فكري، مش هي صاحبة الملك ولازم تعرف الدخله والخارجه في ملكها؟ ما انا يا ست قلت بسيرك تعرفني. كان لازم تقول لي يا منايا. افرض قلت لي كنت هتعمل ايه بس؟ ازاي افرض يا واد؟ انت لو كنت قلت لي ما كنتش خليتهم جابوه هنا ابدا. هو انا مأجره لهم شقه، انا مأجره لهم اوض، كل واحد في اوضه. الصاله دي مش في الايجار. ازاي الكلام ده؟ استنى ازاي بس؟ بكره تشوف واوريك. طيب تمام يا انجر يا واد. ايه؟ روح صحي لي واحد منهم اعرف اتكلم واتفاهم وياه. يلا يا واد صحي لها الاستاذ رجاء يا واد. طيب الاستاذ رجاء بقى له ليلتين بايت بره. الله، انت رايح فين يا واد؟ تعالى هنا اصحي لك الاستاذ عزت. لا بلاش الواد الرسام ده. بلاش، انا ما بحبش ابص في وشه. بلاش، تعال صحي لي الثالث الكمساري. ايوه يا واد صحي لها عمك عبد الرحيم، هو ده اللي يعرف يريحها. والنبي. هو اللي بيعرف يريحها. ايوه الكمساري يا اختي. طيب اصحي لها اللي بيعرف يريحها. يلا يا واد اتلحلح يا واد. طيب انا اتفرمك. شوفي يا اختي الواد. اما والله العظيم جالك كلامي يا فاطمة. اهو ما طلعش من عمه الا بثلاث اوض، وكنت عايزانا استنى لما يورث. وانت كنت منتظرة منه حاجة يا ست بهيجة؟ انا كل قصدي يا اختي انك ما كنتش تتسرعي. اسكتي يا فاطمة، ده زمانه من كاد ومهري من جوازة المرسوم. انا حزنك يا رجال. هو انا شوية يا فاطمة لما يقولك عليا انا ما اتجوزهاش دي؟ لا 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 لا، ما قالش كده يا ست بهيجة. امال قالك ايه يا فاطمه؟ قالك عليا ايه يا اختي؟ قال بس انه مش بتاع جواز. وهو انا كنت كلمته عليك يا قمر؟ مش لمحتي له يا فاطمه؟ ابدا وحياتك يا اختي، انا فهمته بس انه لازم يتجوز، وان واحده زي حضرتك مش بعيد ترضى تتجوز. يعني ما قلتلوش عليا بالاسم؟ هو العبيطه يا ست بهيجة. يا اختي ده انا كنت فاكره غير كده.
كنت فاكرة انه مش راضي بيا انا بالذات. بالذات؟ ابدا ما حصلش. انت اللي اتسرعتي وقلت اكيد ورحتي موافقه على سي مرزوق. اهو راجل بقى وخلاص يا فاطمه. ايوه بس انت كان نفسك في سراجات. ساعات كنت احسن الكمساري صحي يسمعك. افتح يا عليم يا رزق يا كريم. صباح الخير يا ست بهيجة هاني. صباح الخير يا ست فاطمة. يا صباح النور يا سعد. يا ست بتزعقي ليه؟ حصل ايه على الصبح؟ هو النهارده مش اجازتك؟ الوردية بتاعتي اتغيرت الجمعة دي، لسه مخزن الفجر. أعوذ بالله، حتى قاعدة كمان مراقبة بمواعيد أشغال. لا يا حفيظ يا رب. قول لي هنا يا سي عبد الرحيم. أيوة يا ستي. أنتوا هتفرشوا الصالة دي من غير عقد إيجار؟ يا الصالة ديت مش تبعنا. تبع مين فيكم؟ تبع السكان كلهم. أنا مأجرة لكم البدرون أوض بس فرضان، كل واحد في أوضة، مش مأجرة لكم شقة. يكون في علمك أنت وهم. إذا فرشتوا الصالة تدفعوا لي إيجارها. حد مين الكلام ده؟ حد قال كده يا ناس؟ حد منكم ساكن بالشكل ده؟ تعال هنا، أنت بتكلم مين؟ بكلم الخال اللي ساكنة في بدرونات زينا. هو في حد في الدنيا ساكن زيكم؟ في أي قانون يا ست بهيجة؟ في عمارتي. تبنيها في الأرض ولا في المريخ؟ نعم يا سي عبد الرحيم. نعم الله عليك. بقى نازلة مخصوص من بدري تصحيني من عز نومي عشان الوهم اللي في عقدك ده. أنا في عقدي وهم؟ أمال الكلام اللي بتقوليه ده إيه؟ حقيقة يا حق؟ وأنت مالك بس يا سي عبد الرحيم؟ نهار أسود. زعل روحك ليا أخويا. الست مش بتتكلم عليك، ده الست بتتكلم على الاستاذ رجائي صاحب الصالون. بتكلم عليهم كلهم. انا هرفع الدعوه على الثلاثه بالتضامن، انت والرسام ورجائي. فهمهم كده واعملوا حسابهم. بقى انت يا سي فكري جاي تصحيني من عز نومي عشان اسمع الخراف ده؟ خرافي؟ سامع يا فاطمه بيقول خرافي. معلش يا اختي مش خراف. معلش يا اختي. مش حرام عليك يا ست بهيجه؟ ده انا عينيا غفلت والشمس طالعه. طب ما انا الاخرى ما نمتش، ما انتوا صلبيني في الشباك لغايه الصبحيه. انا بس مش فاهم ازاي ما شفتكش وانت داخل البدرون. يمكن كنت مشغول بتراقب النجوم. ما ترفعي دعوه على النجوم اللي ساكنه في السما اللي فوق عمارتك. اتقي الله يا شيخه اتقي الله. حرام عليكي في نفسي. يا ريس عبد رايح على فين يا اخويا؟ رايح هاكل فول بزيت حار يصبب دماغي. مفيش فايده. مش حاضر انام تاني. مفيش فايده. مفيش فايده. مش حاضر انام تاني. استغفر الله العظيم. يكون في علمك بقى انت وهم. انا هرفع الدعوه بطلب الاخلاء. يا شيخه روحي بلاش كلام فارغ. وليا فاضيه مش لاقي حد يشغلها. احنا كنا اسبابنا اللي سكننا في عمارتي. هما فاكرين روحهم سكان دول يا اختي؟ معلش يا ست بهيجه، دول واخدين الثلاث اوض يا فاطمه باتنين جنيه ونص بالميه في الشهر، ويا ريت بيدفعوه. هو بس يعني الكلام مش بالعقل يا ست هانم؟ هي العقود دي مش بايجار قديم؟ انا عارفه انك معاه. يا وليا يا نشفه. بس لما يرجع سراجاء التحت انجر يا واد. طيب اطلع على فوق هذا السبت وحصلني على السوق. طب اوعي. هشتري النهارده كوارع يا فاضل. الف هنا وشفا. يلا يا واد يا مولع. طيب طيب اسمع بقى اما قلت. البنت منيره لوحدها فوق. طيب. اوعى تعاكسها. طيب. هرجع اقررها. طيب اوعي بس. دور. انا في حيله اشد رعاكي حتى. انا هشتري الكوارع يا فاضل. امشي. تعالي شوفي يا ست بهيجه، ده صالون انما اصل فينا بقى يا فاطمه. والله اما يكون الماظ انتهينا. انا هرفع عليهم الدعوه النهارده حالا. يلا يا اختي كل واحد بياخد نصيب. انما ان جيتي للحق يا ست بهيجه، سي عبد الرحيم يا اختي ماله الذنب في الحكايات؟ ماله الذنب؟ ايوه يا ست بهيجه. انا عارفه ان عينك منه يا بابا. يا ست بهيجه قلبك في شنطه الكمساني. لينا يا اختي انا مش ساكته عليهم ابدا. معلش انا هرفع الدعوه حالا دلوقتي. خرجت خلاص. خرجت. صباح الخير يا
امال ابويا راح فين؟ انا كنت سامعه بيقول راح يشتري فول يفطر. الله، يعني لابسه من بدري يا لطفيه. عندنا النهارده رحله القناطر يا عز. الله، انت نسيت ولا ايه؟ مش قايله لك امبارح بنات الدبلوم مع المدرسات؟ انت امتى يا لطفيه؟ ولا شفت النوم بعناية. انا كنت سامعك بتكلم ابوك ساعه ما رجع الفجر، كان ايه موضوع الليل؟ ابويا زعلان، بيقول خساره ان عزت يتاثر بالاستاذ رجاء. انا لطفي؟ ابويا فاكر كده، شايفك مضيع وقتك مع الاستاذ رجاء. انت عارف يا عزت ان ابويا راجل عامل بيعيش يوم بيوم وما يقدرش يقعد عاطل. وانا عاطل يا لطفي؟ هو الواحد ان ما كانش في وظيفه وما هي ثابته يبقى عاطل؟ هما الناس اللي بره الوظايف دي عايشه ازاي؟ انت يا عزت دلوقتي لا بتكسب ولا بترسم. لان انا رسام يا لطفي، رسام. بصح اقعد شهر واتنين ما اعملش حاجه، بصح في اسبوع واحد ارسم صوره تترسم في سنه، في سنين. انا فاهمه يا عز، انا عارفه انك محضر صور علشان تدخل بيهم المسابقه اللي في اسكندريه، لكن ده ما يمنعش ان انا ادور على وظيفه ثابته من تاني، مش كده؟ طب على الاقل ارسم الصور اللي فيها فايده. قصدك اللي تجيب فلوس. اسمعي يا لطفيه وافهمي الكلام اللي هنقوله كويس. صعب صحيح ان الواحد يعيش اسبوع بحاله من غير ولا مدين، لكن اللي اصعب من كده ان الواحد يتنكر لافكاره ويبيع اراءه ويضحي برايه في الحياه عشان جنيه ولا اتنين يعيش بيهم اسبوع. انت بتتكلم عليا؟ عاوزين ارسم صور فارغه عشان لقمه العيش بتاعت كل يوم. امال تعمل ايه؟ انا مش في مخان. ما تبص للي زيك كلهم موظفين. هو الرسم لوحده بيعيش يا عزه. بتقولي لي كلام ابوك يا؟ تنكر انه صحيح وانت اللي بتقول على نفسك واقعي؟ بقى انا بعد التجارب اللي مريت بيها دي اطيق الوظيفه؟ اضحي باحلامي واهدافي عشان ما هي ثابته كل شهر؟ ما هو مش ممكن يا عزت الرسم يعيش حتى لو كسبت في المسابقه. انا مش داخل المسابقه عشان اكسب فلوس يا لطفيه، انا عندي اهم من كده، انا عاوز اتجاهي يكسب وينتصر. طب وبعد ما اتجاهك يكسب؟ ابقى حققت هدف كبير وما خسرتش حاجه في حياتي. ما خسرتش وظيفتك يا لطفيه؟ انا وظيفه الرسم التعبير بالرسم عن الحياه، الحياه البؤس اللي احنا عشناها في مصر القديمه، والحياه الجديده السعيده اللي هنعيشها النهارده وبعد النهارده في مصر اللي لما تبقى جديده. وايه اللي يمنعك انك تعمل كده وانت في الوظيفه؟ يا لطفيه تميم، اقعد اقعد يا لطفيه. الوظيفه بالنسبه لي صوره ميته ما اقدرش اعيش فيها. يا عزه انت دلوقتي كفحت كفايه، لازم تضمن على الاقل انك تكون مستقر. قطعا ده كلام ابوك اللي قاله لك امبارح بالليل. يا خساره، ما اللي اعرفه عنه انه راجل نقابي مكافح وكان له راي في الحياه. ابويا عايز يشوفك مستقر في عيشتك. وفاكرني متاثر بالاستاذ رجاي؟ في ايه انا متاثر بالاستاذ رجاي؟ حياتي مهرجله؟ يا عزه الشغل مش عيب. وانا بلعب يا لطفيه؟ يا سلام يا عزه، انت ما بتعرفش تفكر في نفسك ابدا. اولا لازم افكر في الشعب اللي انا عايش معاه. انا ايه؟ انت ايه؟ واحد اثنين ثلاثه من 28 مليون من عالم بحاله؟ يا سلام يا عزه، يا سلام لو تفوقني وتسمع كلامي. انا هاخد بعد شهر وهتوظف وانت تكون رجعت لوظيفتك. يا لطفيه وانا بتكلم عليها وعليك يا لطفيه. امال بتتكلم على مين يا عيني؟ يا لطفيه اخرجي من نفسك شويه، اخرجي من نفسك شويه. انا عارفه انك بتتكلم عن مصر الجديده. بحلم زي ما ابوكي بيقول، حلم مش كده؟ لا ما بتحلمش، انا فاهمه كلامك كويس، بس كل اللي انا عايزاه ان ابويا ما يكونش عنده فرصه يقدر يعارضنا في حاجه. هو قال لك بصراحه انه معارض؟ ابويا مش عاجباه حالتك دي خالص يا عيني. فهميه يا لطفيه، فهميه. افهمه اقول له ايه بس؟ فاهمين ان احنا جيل شال على اكتافه حمل كبير، حضرنا حرب 6 سنين واحنا في عز شبابنا، وكانت النتيجه ايه؟ عشنا ولسه عايشين في غلب، في ضنك، في بدرون. الغرابه يا عزه انت ليك افكار. مش هي دي الحقيقه يا لطفيه؟ ايوه صحيح يا عزه، هي دي الحقيقه، بس بعيده عن افكار الناس. ازاي؟ هي الناس مش حاسه باسباب المصايب اللي كانوا عايشين فيها؟ هم قاوموا الانجليز ليه؟ شالوا الملك وطردوه ليه؟ امموا القناه ليه؟ لا يا لطفيه، الناس عارفه كل حاجه كويس. ده صحيح يا عز، والحلم اللي احنا داخلين عليه حلم صحيح يا لطفيه، احنا هنعيش في مصر تانيه، مصر جديده. وعشان كده بقى يا عز. اوه عاوزين اتوظف من تاني. مش كده يا فكري؟ وطي حسك عايزه الاستاذ رجائي ده. طيب انا هخش اوضتي، انا عارف انه لسانه طويل شويه. طب بسرعه يلا. معرفش الولد اللي عبود فكري ده راح فين على الصبح يا ولد. صباح الخير يا استاذ رجاء. ايه رايحه فين؟ انت مش في اجازه دلوقتي؟ خليكي معانا بقى. ودي ورده حمراء اهي. انت جايب ورد يا استاذ رجاء؟ اه والله يا بنتي اشتريته واستخسرت ارميه على قبره. ودي ورده حمراء لسي عزت. على فكره يا استاذ رجاء،
بقية في حياتك. بقية ايه يا بنت؟ هو المرحوم خلى فيها بقية إلا الصالون ده وقطين عجر جيت أبيعهم ما جابوش 90 جنيه؟ وادي وردة صفرة لأبوك. لكن ده يا أستاذ رجائي الصالون فخم قوي. عجبك يا بنت؟ خديه يلا. والله ما كلم جاي. يلا خدي الصالون. بيقولوا إن عم حضرتك كان غني خالص. أيوه هو كان غني وكان غبي. كلهم بيقولوا إن حضرتك من عيلة كبيرة خالص. أبدا يا بنت دي إشاعة ما تصدقيها. هما كلهم اتنين بهوات وواحد باشا وماتوا في أوانهم. ما فضلش من الشجرة العتيقة دي غير العود الناشف اللي قدام الباب. بقايا عيلة زي ما بيقولوا. وحضرتك بقى ما ورثتش حاجة؟ أورث. ياك ما طلعش في المزاد مع بقية التلك. لا المرحوم كان مشطب على كل حاجة قبل ما يودع. أورث إيه؟ ما تزعلش نفسك يا أستاذ رجائي، بكرة تعوض كل اللي راح. أعوض لمين يا بنتي؟ ياك أحافظ على اللي فاضل لسه. إيه؟ خدي لك وردة حمرا خدي. أنت كنت خارجة ولا إيه؟ والله يا أستاذ رجائي النهاردة عندنا رحلة. إيه؟ المدرسات عاملينها علشان الوداع. دايما كده مع بنات الدبلوم. كده رايحين فين إن شاء الله؟ هروح القناطر. القناطر؟ عقبالنا. يا القناطر بعيد على حضرتك يا أستاذ رجائي. هقول لك إيه يا بنتي، مشغول مانيش مشغول بحاجة الحقيقة، إنما بنتي بقى الواحد كبر على الرحلات. أستاذ رجائي البقية في حياتك يا أستاذ رجائي، شد حيلك والله يعز علينا وفاة المرحوم. يا سلام. ويعز عليك ليه يا كمثري؟ كان صاحبك؟ كان في بينك وبينه صلة الدم اللي تاخد أجلك؟ لو كنت عرفته صحيح ما كانش عز عليه. أنا اللي من لحمه ودمه ما عزش عليا. هو المرحوم مش كان؟ كان عمي وانتهى. خد وردة صفرة. روح روح زمر. روح روح روح. الله انت لبست يا لطفية؟ ايوه انا لبست. هرجع خلاص؟ ايوه انا رايحة الرحلة بقى عن اذنكم. مع السلامة يا بنتي. لبست وهياص يا بنت. اضحكي كتير يا بنتي قبل الضحك ما يخلص في الدنيا. شباب يا ابو زمارة. شباب انت سمعت اللي حصل النهاردة يا استاذ رجائي؟ اسمع من مين؟ انا لسه جاي دلوقتي، حتى الولد فكري بدور عليه مش لاقيه. الست بهيجة نزلت وهددت وهترفع دعوة مستعجلة بطلب الاخلة تاني. راحت ترفعها فعلا يا محترم. ترفعها تنصبها؟ انا جايب لها سنة لقدام وحرتاح من خلقتها. اوه ده الفلوس ده حاجة تانية. ده عايزة اجرة على الصالون اللي انت جايبه في البدرون. الصالون ده أجرة من كنت ولا من أنا؟ من كل السكان، أنا وإنت وسعزة. ليه؟ هي الصالة دي مش زي دورة المية؟ في بيت في الدنيا من غير صالة؟ دي اسمها منافع عامة يا حبيبي. لا بتقول لك قال ما أجرلنا إيوت بس فرضاني. كل واحد في قط وقال والصالة في حكم بير السلم. ليه؟ إحنا ساكنين في زريبة ولا في عمارة؟ اعرف شغلك معاها بقى يا أستاذ رجاء، إحنا مالناش دعوة. هي النارة دي ما وراهاش غير الدعاوي ومالناش دعوة. عن إذنك بقى أنا راجع أنام أحسن، عندي وردية بالليل تاني. خد يا عبد. خد يا عبد. إيه؟ هو أنا ما أشوفكش يا عبد ولا نايم؟ أنا عمري ما شفتك مش نايم أبدا. أنت بتعمل إيه مع الركاب يا عبد؟ بتسيبهم في العربية وتنام؟ يا أستاذ رجائي، يا أستاذ رجائي أنا راجل عامل وبعيش من شغلي ومن عرق جبيني وبنام عشان ارتاح واقدر اشتغل واكل لقمتي بايدي. اما لازم تاكل لقمتك بايدك، امال يعني عايز تنام وتاكلها برجلك؟ الدكاتره والمهندسين وكل المتعلمين بياكلوها بدماغهم، لكن احنا يا عمال لازم الواحد مننا يعرق ويشتغل عشان ياكل لقمته بايده. طب افرض الواحد ما عرقش؟ الله ما ياكلش. استاذ رجاء يا عم انت حد زيك. ازاي بقى يا سعاد؟ يا عم انت عشت طول عمرك تاكلها وهي طايره. يا اللي طايره دي، حمامه ولا عصفوره؟ سيبني وحياتك انا عايز انام. سيبني. لازم فطرت فول بزيت حار، هو اللي بينوم يا ابو زماره على مقوسه.
على ما اسم يا استاذ رجاي. هو انا طول عمري باكل ايه؟ بقلاوه فول الموجود فول فول. عيشتك كلها فول ونوم. 20 سنة ورديات طص ورا بعضها بنوع على نفسي بتعلق في الترمار. بطلت يوم نجوع ما ناخدش اجره، لازم نفضل نلف ليل مع نهار زي الجاموسه اللي بيغمولها عينها ويربطوها في الساعيه. طب والجاموسه دي يا عبد مش تقف شويه كده تشم شويه هوا وتاكل شويه برسيم؟ اهو النوم عندنا هو اكل البرسيم يا استاذ رجاي كده اهو. اه طب روح نام. مدد على دراعاتك يا بقر. غصب عني لازم اكل لقمته بايدي، امال يعني اعمل ايه؟ ايه اعمل زي غيري ولا اعمل زي غيري؟ يمكن اعمل زي غيري، هو ده اللي ناقص اعمل زي غيري. انا استاذ رجاء انت جيت بقى في حياتك يا استاذ رجاء. حياتك الباقي يا ابني ايه بتدور على ايه؟ يعني بدور على كوبايه ولا اقول يا استاذ زوران؟ ما عندك الحنفيه يا ابني. اه الله، انت جايب ورد ولا ايه يا استاذ رجاء؟ ما عادش ليها طعم، ما عادش ليها ريحه. انت جايب ورد من غير ريحه يا استاذ رجاء؟ انا بتكلم على الدنيا يا ابني، ما عادش ليها طعم، ما عادش ليها ريحه. الله 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 الله، انت بتاكل لقمتك بايدك اهو. اه تصبيره بس على المصدر. اصل صاحبك ابو منافسته مات صبح يلقح عليا الحكم بتاعتي. الله. اه قاعد يقول لي لازم الواحد ياكل لقمته بايده. يعني ايه؟ يعني انا عايش اولطه؟ الله قال لك كده بصراحه؟ الراجل ده ما بيحبنيش يا وادي عز، ما بيحترمنيش، مش مقدر وجودي معاه في بدرون واحد. يقصد ايه؟ انا عايش على عليه ده؟ اصل يا عم عبد الرحيم بقى من مبدأه يا استاذ رجاي ان الواحد عشان يعيش لازم يعرق ويتعب زي ما هو بيعرق ويتعب، انما عيبه بقى ان قضى حياته كلها راضي بقليله. لو افرض يا ابن الواحد قادر يعيش من غير ما يشقى ولا يتعب، يا الناس لازم كلها تبقى بهايم. انا شخصيا يا استاذ رجائي مش مرتاح لحالتي اليومين دول، بقالي مده ما بتعبش. احسن وانت غاوي تعب يا ابني. بقالي مده ما انتجتش حاجه يا استاذ رجائي. بكره تنتج يا ابني حد منعك؟ حتى الراجل اللي كان بياخد مني المناظر الارابيسك في شارع سليمان باشا رحت لقيته قفل خلاص، كان ليا عنده حق صورتين كده اهو. اه مفيش حد تاني ياخد منك الصور دي غيره؟ في راجل طرياني بقى انا معاه الصور عليان. طب ما تعمل له يا ابني. منين؟ من مخي؟ لا لا، شوف لك البوم صور وانقل منه الصور اللي هو عايزها. انقل؟ اه انا انقل برضه يا استاذ رجائي. ما انا لازم يكون قدامي نموذج. عريان يا ولد؟ اه ولو للنص. انا نص فيه؟ اه مش بهزر اصلا. ايه عايز نموذج؟ لا خلاص انا بطلت ارسم مجسمات. احسن يا ولد، اصل المجسمات غاليه. اخر صوره رسمتها يا استاذ رجائي كانت صوره البت منيره خدامه بهيجه هانم اللي فوق. كان فيها بؤس واستسلام. خلاص يا استاذ رجائي انا هاخد اللوح بتاعتي واطلع على القناطر الخيريه علشان خاطر ارسم مناظر طبيعيه. عن ايه؟ القناطر الخيريه؟ امال يعني اروح فين؟ المذبح؟ مناظر طبيعيه؟ لا يا ابني لا، هي هي القناطر برضه. اه اصل القناطر النهارده ايه مالك؟ القناطر ايوه فيها رحله. رحله ايه؟ رحله الشتاء. رحله طالبات دبلوم مدرسه التجاره المتوسطه للبنات. الله، مدرسه لطفيه؟ لا مدرسه التجاره. هتروح يا واد تلاقيها كلها نماذج وفي وسطهم بقى النموذج اللي يعجبك. الله الله الله، والله العظيم يا استاذ رجائي. طيب اقول لك ايه؟ تصدق بمين؟ بصدق بجميع الاولياء والمشايخ، حتى مشايخ الحارات بصدق بيهم. والله يا استاذ رجائي. لا 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 متحلفش بقى، ما تبقاش والله يا واد. روح خد اللوح يعني. يا واد خد اللوح واطلع القناطر. طيب لا بقى. بس على فكره بقى إيه؟ الصالون ده فخم قوي. اه يا واد هو فخم. اه لا وقعدته مريحه. اه فعلا والكنبه بتاعته الساعه 2 جنب بعض. اه صالون بتاع نماذج. والله هو نموذجي فعلا يا استاذ رجال. اتمتع يا ابني، هي دي الايام يا عزه اللي هتحلم فيها بعدين لما شعرك يشيب وقلبك ينشف ويجدد. استاذ رجائي اشغل نفسك وانت عمرك ما تشيب وعمر قلبك ما ينشف ولا يجدد. بعد ايه بقى؟ بعد ال55 لا بابا ولا ماما ولا ماضي ولا مستقبل. الله استاذ رجائي
انت فين يا استاذ رجائي؟ انت فين يا استاذ رجائي؟ انت فين يا سيدي؟ انت فين؟ انت فين؟ انت فين يا استاذ رجائي؟ انت فين يا استاذ؟ انت فين يا استاذ رجائي؟ انت فين يا فكره فندم؟ انت فين؟ فين يا اخويا؟ انت اللي فين؟ انت فين؟ سكت الكازوزه ورحت فين؟ انت فين؟ دي الوليه تربح احنا بشوف في السوق وهي عماله تكلم روحها. دي كانت هتتهبل. دي فرفرت في ايديها انا فضت البلاله يجي 12 مره. لولا الشهم لحقها وطلعها معانا لفوق. الشهم؟ اه. وجوزها رجع؟ امال انت كنت فاكر ايه؟ راحة بلا راجعه؟ ايه وعمل ايه بقى حضرتك؟ حلف لها انه لازم يطلعكم البترول. ويقدر يطلعنا؟ طبعا ما لازم يثبت لها انه حمش وقلبه عليها علشان تدفع القرشين وقلبها مرتاح. ايوه يعني هو عايز ياخد منها فلوس علينا. فلوس ايه؟ ما هم خلاص اتفقوا على مشروع السيمة. سيمة؟ اه هشاركها في حته الارض بتاعتها دي الخرابه اللي في المنيره ويعملوا عليها سينما صيفي تشتغل على طول كونتيكوس. الشيخ مرزوق؟ الشيخ مرزوق هيعمل سينما كونتيكوس؟ وعملوا العقد خلاص ولسه جايبينه دلوقتي من عند المحامي من غير ما تدفع ولا مليم. هي برضه راحت للمحامي النهارده؟ اه طبعا عشانكم وعشان التلامذه اللي في الدور الثالث. طب والتلامذه مالهم يا سي فكري؟ قال يا سيدي بيجروا ميه كتير وبيجي لهم زوار كتير وبيتسلل عندهم في الظلام كتير. وده صحيح يا ولد؟ قالت للمحامي كده وكتب لهم انذار. انا مش عارف محامي ايه ده اللي واخدها على قد عقلها. طب قالت كان المحامين يلاقوا زباين زي ايه دي حد يكرا على رايك دي تشتغل عليها نقابه محامين بزي ايه؟ اه طبعا. ليه؟ اسمع يا ولد. نعم. انا عليا 3 اشهر للقرشاله دي. ايوه وعزت عليه شهرين. ايوه لا ثلاثه يا ولد. لا ثلاثة. يبقى حسبة كام كده؟ انتوا الاثنين كده على بعض؟ حسبة كده ورقة ب 4 جنيه كده اهو؟ اه. طيب خد. ايه؟ ايه؟ ادي ورقة ب 10 ايه؟ لا اتفرج عليه. الله انت هتدفع للأستاذ عزت ولا ايه؟ أنا حر يا ابني. يعني هتدفع للأستاذ عزت؟ أنا حر يا ابني. أيوه أنا هتدفع للأستاذ عزت؟ أنا حر يا ابني. أيوه بس يعني أفهم، هتدفع للأستاذ عزت؟ أنا حر يا ابني. يعني هتدفع له؟ أنا حر. قصدي يعني هتدفع له؟ أنا حر. خلاص وخد الريال ده علشان والله بتحرجني يا استاذ رجائي. طب خده يا ابني من غير احراج. بس لو ما كنتش راجل طيب وبالناس طيبين. ايوه ومغفل وايدي سايبه. قول ربنا يحكمك في مال قارون يا استاذ رجائي. دي دعوه وحشه يا مغفل. ليه بس؟ ما انت عارف ان مال قارون هينزل من بين صوابع السايب. لا. اسمع يا ولد. معاك 10 جنيه تزغلل بيها عينيه لغايه ما يريل زي الكلب قدام العبد. حاضر. المخاليق دي كلها كده. كلها. والراجل ده بيزاد كده. امال هو اتجوز دي ليه؟ تصور يا استاذ رجاء. هي عندها 65 سنه وهو عنده 40 سنه، يعني قد امه. هو حر يا ابني. ايوه بس قد امه. هو حر يا ابني. ايوه بس قد امه يا استاذ رجائي. هو حر يا ابني. ايوه بس قد امه. هو حر يا ابني. ايوه بس قد امه. هو حر يا استاذ رجائي. دي قد امه. بس قد امه. لا بس والله كان الاستاذ عزت كان موصيني. يعني موصيك تستلف له كام؟ الله وقالك ولا ايه؟ كام مش غايته جنيه؟ لا والله 50 قرش وكنت هجيبهم له من معلم بطرس صاحب المقله. طب ماليش دعوه انت بعيد. حاسب على جيوبك يا استاذ رجاء. القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود؟ مفيش حد بيموت من الجوع يا ولد. لا ما انت مش كلهم هيموت لك عم وتورثه ولد ولد. دي اللي اتقلب. والله انا قلب عليك يا استاذ رجاء. طب هات الريال اللي خدته من غير احراج. لا ده حاجه وده حاجه ومع ذلك اذا كنت عايز الريال. خلاص اسمع يا ولد. نعم. تجيب لي وصل من الشهم بالمبلغ. جوزها. خد بالك. حاضر عليا الاثنين. حاضر. استاذ عزت. ايوه فكري. عملت ايه؟ اصل اني ما لقيت الراجل لسه ما استفتحش. لا والله النهارده لقيته قافل الحد زي ما انت عارف. يا نهار ابيض يعني حط اللوح وكوح. لا النهارده الاستاذ رجائي معمر قوي بس ربنا بقى يطول في اجل القرشين اللي في جيبه. يا شيخ انا افضل بس هستلف من الاستاذ رجائي لامتى؟ هو ناقص؟ لا ده زي ما هو ما عندكش فكره. صحيح؟ ده معاه ورق بميات. لا صحيح؟ لا بيترهن يا استاذ عزت. ترهنك على ايه؟ ال- 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 الصالون ده مش هيقعد هنا شهر واحد. ايوه طالع الاهي واحد. طب بيقول لك ايه الولد ده يعني؟ لا ما بيقولش حاجه. ده يعني بيقول لي يعني عاوز يراهني على الصالون. بيقول الاستاذ رجاء مش هيخليه شهر واحد يعني. يراهن؟ طب هو شريكي في الصالون بتاع الولد ده؟ ده قليل الادب. معلش انما قول لي بقى استاذ رجاء انت ناوي تخليه صحيح؟ والله حسب الظروف يا ابني.
محدش عارف بكره هيحصل ايه. فعلا انا شخصيا يا استاذ رجائي ما بفكرش ابدا في بكره. احسن يا ولد. اه والله احييني النهارده موتني بكره. بالظبط كده. ايه جبت اللوحه اهو رايح القناطر ان شاء الله بقى. اذا كان في اسم بقى. لا ليه؟ ما فيش اسم. الله ما فيش حد ورثه بعد كده خلاص. ما فاضلش معايا غير 50 جنيه. ما فيش غيره يا ابني. الايه معاك 50 جنيه؟ اه كانوا من يومين 80. يا نهار ابيض، من يومين كانوا 80؟ تستغرب ليه يا ولد؟ ما تستغربش يا ابني، بكره عزة الفلوس هتجري من بين صوابع ايديك زي مية الحنفية. وبعدين البلاعة بقى هتسحب 100 و200 و1000، كله هينزل يا ولد. مفيش كده يا استاذ رجاء، مفيش كده. فلوس معاك ما معاكش ملهاش قيمة عندك. في بقى دي روح واحد فنان. هترسم ازاي يا ولد وانت خايف من الملاليم؟ مش ممكن يا ابني تقدر ترسم ابدا الا اذا كنت بتتألم. لازم تتألم يا ابني، لازم تتألم. طب والله بدون ألم بقى يا استاذ رجائي، اديني 3 جنيه. ما في ما عندي. الله، لا سلف بقى. سلف ما عندي. يا سلف بقى، هم اللي معايا. ايوه دلوقتي بقى تقدر تكلمني عن فلسفه حياتك زي ما انت عاوز. معذور يا ابني. ايوه والله معذور. ايامنا احنا ما كانتش الدنيا بالشكل ده. كانت الناس قليله، كان القرش يسوى قرش. تصور انا كنت انام طول النهار في بيتنا في حلوان، وانزل بالليل ومعايا ريال اكل واشرب واتفسح واهيص، وارجع بالليل الاقي فاضل شيلنج. عيبك يا استاذ رجائي انك انت لسه عايش في ايام زمان، بتحلم بمصر القديمه. وده الفرق بيني وبينك. انا عايش اتمنى نخلق مصر تانيه، مصر جديده. صور حاجب انت نساه. صدقني يا استاذ رجائي، احنا لازم نشتغل ليل ونهار عشان نبني مصر تانيه، مصر جديده. وادي عزك، انا بيعجبني حماسك ده يا واد. مستقبلنا يا استاذ رجائي، مستقبل اللي زيي. مش هلاقي بكره عم ولا خالني ورث زيي. انت مش خدت ال 3 جنيه؟ اه غور مني وشي. طيب بقى 3 جنيه وعم. طيب ما تزعلش، انا يعني قريب خالص هديت لك كل الفلوس اللي عليا. عزت يا ابني ما تبوظليش الصوره الجميله اللي انت رسمتها لي عن مصر الجديده بتاعتك. الله، وادي القناطر جت لغايه عندك يا عم. ايه ما رحتيش الرحله ليه يا لطفيه؟ والله يا استاذ رجائي قبل نوالي المشرفه على رحله والدتها توفت النهارده، عشان كده اجلناها اليوم تاني. يعني كان لازم تموت النهارده؟ عمرها يا ابني عمرها. يبقى مفيش رحله بقى. لا في. ازاي بقى؟ اسمع يا بيه، هي لازم القناطر دي. بتقول ايه يا استاذ رجائي؟ بقول يعني الأرمان ما هي كويسه. ايه الكلام ده يا استاذ رجائي؟ لا الأرمان كويس، جنينه وفيها هوا وتتفسحوا وترسم نماذج على الطبيعه وكويسه قوي الأرمان. ما اقدرش يا استاذ رجائي، اصل ابويا يعني. لا مالكيش دعوه بابوك عنده ورديه نوم لغايه المغرب، وعلى بال ما ترجعوا يكون استلم نمره 3 اللي راح العباسيه. مش هنشوف. يلا يا ولد، يلا يا بيه. يا استاذ رجائي. يلا يا ولد. اصل يا استاذ رجائي. ايه ما تعرفوش بعض؟ لا يعني اصل إيه؟ حكايه. لا ما يلا يا ولد. يا استاذ رجائي. يلا على الأرمان يا بيه. يلا يا ولد. يلا يا بيه. يلا يا ولد. يلا بقى يا لطفيه نقول له ايه بقى؟ بقى زي بعض. يلا. شباب يا ابو زماره. الحق ناس جايين لك. ومين؟ جوزها مرزوق بيه. بيه؟ اه. انتوا بوه. اه خلاص. طب هات العصايه. عصايه ايه؟ هتخلي معاه. الابانوس. الابانوس ايه؟ هتخلي معاه. ولا فوق فوق العصايه. ماليش دعوه ولا خشب.
ما هي اللي جوه؟ انا قايل لك الابانوس. طب مش غيرها جوه. طب اسمع. نعم. انا عندي روماتيزم. كويسة اللعبة دي. خلاص. حلوة قوي. عندي ايه؟ روماتيزم. حلوة قوي. روح صحي لابو زمارة بقى. خليه يعرق ويتعب شوية. ده لا ده لو صح هيلبى. ايه مش عايزاه يطلع معانا؟ هيلبى. لا يا حبس روح لده. انا مالي. لا. اسمع يا ولد. نعم. اول ما يهل الشهم علينا. جوزها. الحالة باتنين بيبس. ما بلاش البيبس ده هيشربه وكرع ما يعرفش يكلمك. هسقولك قهوة عشان تعدل دماغه. حاكم هو يحب السادة قوي. وصل. البي وصل البي. اهلا اهلا مرزوق بيك. خطوه عزيزه مرزوق بيك. انا اسف مش قادر استقبلك لان الروماتيزم هلكني. والله انت تستاهل الواحد. خليك قاعد مطرح ما انت قاعد. طيب انا هاجي اقعد جنبك. اهلا خطوة عزيز. نظرنا النبي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ولد يا فكري. نعم. اتنين قهوه. لا والله يعفيني انا طول النهار بشرب قهاوي وهي اللي عامله لي عسر الهضم في العجيجي. لا والله. لا والله. لا والله. لا والله. يا شافي يا معافي. لا تؤاخذني. لا تؤاخذني. والله لا نجيب قهوة. لا والله. والله. لا 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 لا. والله. لا. والله. لا. والله. لا. والله. 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 إذا كان ولا بد. أيوة. أنا أشرب كازوزة فراولة. كازوزة فراولة. كازوزة فراولة. لأن الكازوزة بتصلح معدتي. كازوزة يا فكري. نعم. كازوزة يا ولد. أج. الحمد لله. الحمد لله. لا تؤاخذ. لا العفو. ازاي الصح؟ الحمد لله. سلامات. الله وحشتينا. الله يبارك. ازاي صحتك؟ الحمد لله. والله وحشتني. اهلا حضرتك. الاستاذ وفائي عاصم فريد. لا والله انا رجائي عاصم فريد. تشرف. في خدمتك. اهلا وسهلا. حصلت البركه. اهلا. اهلا. طبعا يا استاذ رجائي حضرتك عارف سبب مجيئي. أنا في الواقع موقفي حرج بين الطرفين، ولكني تعودت دائما وأنا مؤمن تماما إن مفيش أسلم من البعد عن المحاكم. والله كلام معقول جدا. يا معقول جدا. ثم بيني وبينك. ثم بيني وبينك الحكاية ما تستحقش. إذا أمكن حلها وديا يبقى يا دار دخل الشر وكفى الله المؤمنين القتال. أي 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 كازوزة يا ولد. بتسقع. لا تؤاخذني. لا تؤاخذني. كازوزة يا فكري. بتسقع. والست زي ما حضرتك عارف. بتسقع. الست عصبية شوية. لا هي نجيت الحق يا مرزوق بيه. هي عصبية جدا جدا. معلش هي معذورة برضك. أي صاحب ملك مطرح هيعمل أكتر من كده. حضرتك مثلا ما بتدفعش إيجار سكنك بالشهرين وبالتلاتة. والله يا مرزوق بيه أنا بدفع حسب الإيراد اللي بيجيلي. أنا لا موظف ولا لي إيراد سابق. كمان الجدع اللي بيرسل اللي بتلقح جوه ده بيقعد بالخمس شهور ما يدفعش الايجار. وبصراحه على كل حال عزه برضه انسان لما بيقولوا فلوس بيدفع. يا واد الكازوزه. ثم بيني وبينك وبعدين يا واد يا فيك. كازوزة يا ولد. وجود بنت في وسط رجلين في بدروم واحد شيء مش لطيف. أمال الكازوزة يا ولد. يا أستاذ وفائي خليك معايا. أنا معاك. الكازوزة يا ولد. حاضر. حاضر. كازوزة الساعة أو
قوي يا اخي. ابعد عن عيني يا جدع. انت عايز تفرقع عيني ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كوبايه يا اخي كوبايه. قلت لك بلاش تبيع كوبات مع السفره، كانت نفعتها زياده زي دي. مفيش داعي للاكواب، انا اخدها كده سكه تصلح المعده. اي والله احسنتم. وما تاخذناش. نعم اتفضل، هوينا شويه في كلمتين سر مع الاستاذ. يلا يا ولد. ايه يعني هتعمل حاجه سر؟ انا عارف بيه غطاء يا ولد. امشي انت من هنا. لا حول ولا قوه الا بالله. بقول لك انت يعني ضرب. انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ انت دمك تقيل ليه؟ انت بارد ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شايف يا استاذ؟ شايف؟ لا حول ولا قوه الا بالله. دي بديك؟ شايف؟ شايف. ثم انا شايف يا سعاده البيت ان انا دفعت 10 جنيه. وصلوا وصلوا. اي نعم ما شاء الله. والابله الست مستعده تدفع سنه لقدام، فايه الداعي بقى للمشكل ده؟ المشكل يا استاذ رجائي مش في الدفع والتسديد، هي مفهماني غير كده بقى بصراحه. هي عايزه تخلي البدروم بالمره. ايوه عايزه. عايزانا نطلع منه كلنا. انا حضرتك سيدي العارفين بقى، شوف يا سيدي الموضوع. لقد انتويت بإذن الله وبمشيئتي أن أفتتح هنا سينما في المنيرة، شركة أنا وبهيجة. إيه يعني شاشة بيضة؟ لا 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 لا، من النوع البانوراميكي، صيفية بإذن الله، من ذات السقف المفتوح، أي open air. ما شاء الله. وهي سينما دي ان شاء الله لو انت تعملوها هنا في البدرون؟ لا يا استاذ رجائي لا. سيادتك سيدي العارفين فاهم ان سينما الغرفات تحتاج الى مخازن، مخزن علشان يستوعب الالات والافيشات والاعلانات وما الى ذلك، والكراسي والمفروشات. اجل كل ده محتاج لمخزن. اجل علشان كده احنا عايزين البدرون. أجل وبصراحه. أجل وبصراحه البدروم ليس لسكن الادميين. اجل 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 اجل. والله يا زعزوق بيه مرزوق من فضلك. انا مؤاخذه والله يا مرزوق بيه، انا كنت ناوي اعزل فعلا. على ما جيت اعزل يا عمي توفى. عمك توفى؟ ايوه في ذمه الله يا استاذ. جمعا ان شاء الله. ان شاء الله. وبعدين لخمني بقى بالعفش اللي هو سايبه، انما انا بتخلص من العفش رويدا رويدا. يعني ان شاء الله ناوي تتخلص من الطقم ده بالذمه. ايه ما شاء الله، الطقم ده هتتخلص منه؟ اي نعم. ده حاجه عظيمه خالص فعلا. جميل ما شاء الله ما شاء الله. اعوذ بالله ما تفارقني يا اخي. ما شاء اعوذ بالله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دي حاجه عظيمه، انه لطقم مذهب فاخر، وان له لسوسه متينه. ده من اصلك. وان شاء الله كده يا استاذ رجائي، اذا اردت ان تبيع كده يعني فبكم تريد ان تبيع لمشتري؟ والله اخر عرض عرض علي يا سيش كان 120 جنيه. لا إذا أردت أن تأخذ نصيحتي يا أعرج. أيوة. فإذا جالت فيه 70 جنيه بيع. 70 أويي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 
جنيه. طيب خلاص 70 جنيه. والله يا مرزوق افندي انا راجل سهل. يعني موافق؟ 70 جنيه. اي نعم. هتبيع لي الطقم ده ب 70 جنيه؟ موافق. يبقى دعوه الاخله بقى للست هانم رفعها. نوقفها يا استاذ نوقفها. عظيم. اسمع بقى. عظيم. انا همر عليك اخدك من ايدك نصلي العشاء في الجامع القريب ده. عظيم. واخد بالك؟ عظيم. وبعدين نطلع من الجامع على المحامي عدل. عظيم. نعمل محضر صلح وانا انتهي ويقبى يا دار ما دخلك شر. فاهم؟ فاهم. بعد صلاه العشاء على طول هنصلي العشاء فين؟ هنا في الجامع القريب ده. سامع؟ ده مين اللي بينعر؟ أعوذ بالله. كان ايه يا استاذ رجائي؟ باعت تصحيني ليه يا اخي وتقلق منامي؟ مش حرام عليك؟ انا عينيا ما غفلتش بقالي يومين. يعني تنام انت وانا اللي اعرق واتعب؟ مش تيجي تتفاهم مع الست؟ هنتفاهم معاها على ايه يا اخي؟ هنتفاهم معاها على ايه؟ دي وليه مهووسه وبتخرب.
هي عايزه مننا ايه؟ ندفع لها اجره الصلاه كمان. يا استاذ حلمك، حلمك يا محترم يا عبدو، حلمك يا استاذ مش على طول كده. عبدو ايه شغل البهلوانات يا عبدو؟ حلم مين يا محترم؟ تعب حلم مين؟ على واحدة عندها 60 سنة وتروح تتجوز واحد ما يجيش من ولادها. انت مالك مسائل خصوصية يا اخي، انت مالك انت؟ يا انت مالك الراجل اللي اتجوزها ده هجيبها البر. الله، ده حرامي ونصارى. انت تعرفه؟ اه حرامي ونصارى. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ حرامي يعني ايه؟ هو انت مالك من حرامي؟ انت بتتكلم ازاي؟ هو انت المحامي؟ وريني العصاية. عصاية؟ وريني العصاية يا مان، انا حوريله شغله. لابد من ضربه. اه لابد من ضربه. والله ما انا عارف. اه يا مرعون، لابد من ضربه. والله ما انا عارف. انا بس اه والله ما انا عارف. اوعى فكري، اوعى فكري عليا. والله من الحق. تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، تعال تعال. والله بس 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 جت جت. ايوه ست جت. لما اصلح من شاني. يا واد يا فكري يا واد. بهيج يا بهيجه يا حبيبتي، انت نازله ليه؟ انت عيانه. انا سامعه الزيطه. هم عايزين يعملوا فيك ايه؟ ولا حاجه. مستفردين بيه لوحده؟ دول قتالين قتله يا مرزوق. يا بهيجه مبسوط يا عبدو؟ يا بهيجه مش كده، خليك انت فوق وسيبيني عليهم. انا اسيبك؟ سيبيني عليهم. اسيبك لوحدك مع البلطجيه دول؟ عيب عيب يا بهيجه. اسيبك لما ياكلوك ويبهدلوك؟ عيب يا بهيجه. عيب. وانت كمان بتقول عيب يا بلطجي؟ ما انا عارفاكم وعارفه اجرامكم يا بهيجه. العصابه يا سي مرزوق. معلش خطفين. خطفين عليهم. معلش دبخ يا ست بهيجه. ايوه وحلطبخ يا كمثال الترسو. مستفردين بيه لوحده؟ ده ياكلكم ويخمس من اللي خلفوكم. امال انتوا فاكرينه ايه؟ ده اسد. اسد عندك روماتيزم يا بطل؟ ايوه. جالك منين يا ابو قردان؟ ده مسجون. استنوا عليا الباقي يوم الجاي. معلش. شفتهم؟ شفتهم. شفتهم وشفت طبايحهم. شفتهم شفتهم. بس ما كنتش مصدق انا عايز تكلمهم بالذوق. مصدقك انت؟ ما ينفعش مع دول الذوق. معلش. استنوا عليا. اطلعي انا هوريكم. معلش معلش يا بهيجه، البادي بالشر اظلم وعلى الباغي تدور الدوائر. يعني كان لازم، كان لازم تصحيني يا استاذ رجائي؟ كان لازم تصحيني يا اخي؟ ايه اوام عرق؟ اوام تعبت يا شيخ؟ تعالى هنا. وقع فين يا حنان؟ انا يا خلانا. بلاش بلاش نروح السيده النهارده يا اختي. ليه بس يا ست بهيج؟ ده احنا عملنا الفول وعبيناه في السبت، هنروح ندعي عليه دعوتين ونحكم فيه السيده زينب. وايه فايده الدعاء يا فاطمه؟ ايه فايدته؟ ما خلاص عمل اللي عمله واللي كان كان. امال يا ست هانم هنسكت له؟ وريني بس الجواب يا اختي. انت مش عايزه تديهوني ليه يا ست بهيجه؟ خايفه عليكي يحصل لك حاجه. وريني يا اختي الجواب اما اشوف كاتب ايه. يا ست بهيجه ده انت قاريها 10 مرات لغايه دلوقتي. عايزه احفظه يا فاطمه، احفظه طم. شايفه كلامه يا فاطمه؟ شايفه بيقول ايه في الجواب؟ بيقول ايه يا اختي؟ بيقول لي وداعك ومش اسف، وبيبر ذمته. ذمته؟ ذمته ما نبري على الاخر، وده عنده ذمه عشان تتبري. الهي نيلك يا مرزوق. وبيقول ايه تاني يا اختي؟ قال وبيقول ما هوش راجع هنا تاني. آه. وسايب لي العصمه في ايدي علشان اليوم. يعني قصده ايه يا اختي؟ مش فاهمه. عاوز نرمي عليه اليمين يا فاطمه، اطلقه بالعصمه اللي في ايدي. يا تطلقيه؟ واللي خده منك ده كله يروح فين؟ ينهار. ده قرش يجي 7-8 آلاف جنيه يا بهيجه. يروح فين؟ حرامي. خرب يا بنت، حرامي هتتغيري. ايه نشف الاهلي نشف ريقه. حكمتك يا رب. بقى اللي كان جاي مطاطي زي الكلب الاجرب يخرج مطلع لسانه. كان عامل قدامي شيخ ومتقي. ما قلتلك يا ست بهيجه ده بيتوضى غلط. قوم بينا، قوم بينا على السيده زينب. قوم. طب وحياتك اللي انا كنسى عليه المقام؟ شفتي
وده يرضيك يا سيدة زينب. قومي يا اختي، قومي قومي. مش قادرة يا فاطمة، مش قادرة اتحرك من مطرح. امال انا جايبة السبت ده لمين؟ روحي انت يا بنتي يا منيرة فرقي الفول بدل. خليكي معايا انت هنا يا فاطمة. يا ست هانم دي منيرة ما تعرفش. ما تعرفيش يا بنت تدي كل واحد شحات من بتوع السيدة، شقة عيش وحفلة فول. اعرف امال ايه. ومين اللي يزور المقام بقى يا ست بهيجة؟ مش الله يا سيدة، نبقى نزورها في وقت تاني يا فاطمة. خد السبت يا بنت وانزلي على طول. طيب. وبعديلي الواد الملعب بتاعك. طيب. طب قوليلي بقى، احنا قعدتنا هنا دلوقتي لازمتها ايه؟ هنستنى المحامي يا فاطمة. هبعت الواد فكري يجيب المحامي قبل ما يروح المحكمة. طب والنبي الكلام ده ما هو نافع. انت عايزاني اسكت عليه يا فاطمة؟ حد قالك تسكتي يا استبهيجة؟ طب وحياتك، احنا دلوقتي السيدة زينب تزعل وتاخد على خاطرها. لا يا اختي، ما انا بحترها الفول بتاعها اهو. بقى ده كلام يا استبهيجة، البنت منيرة هي اللي تفرق الفول بايديها. ما هي السيدة عارفة انه من عندي يا فاطمة. وحياتك يا سيدة زينب، وحياتك يا طهرة يا ام هاشم، وصيتك علي يا اختي. إلهي يا رب ما يوصل بلد اللي هو مكسر حيطه. آمين يا رب. وده يطلع مين بقى؟ قدم يا واد كلم الست يا واد. نعم يا ست. انت يا واد بتاكل حاجه قبل ما تنام يا واد؟ فول بزيت حار زي الكمساري. ما سمعتش حاجه ولا تلاقيك متولد وياه؟ هو ايه ده؟ ما شفتوش وهو نازل؟ هو مين ده؟ ما سمعتش صوته وهو على السلم؟ حتى لو كان سمع صوته يا استبهيجة كان هيقدر يمنعه يا اختي. هو ايه ده؟ هو انت نفسك كنت عارفة انه حرامي؟ هو مين ده؟ انت يا واد مش قاعد على الباب عشان تشوف اللي طالع واللي نازل؟ هو ايه ده؟ امال انت قاعد تهاجم ايه على الباب؟ هو مين ده؟ ايه الحكاية يا استبهيجة؟ ايه عادة اتكلمها؟ ايه؟ حصل ايه؟ اسأل. البنين اللي انا اتجوزت. مال؟ صاحي من نص الليل لبس هدومه ولم ورقه في شنطته وتنه خالص. طب ما هو مسافر على بلده في نص الليل يا فكري. قطر السعيد ما بيمشيش الا في نص الليل. لا يا اخوي، المره دي سافر ولا هوش راجع يا فكري. ساب لي جواب يا واد وبيطلب الطلاق. هو ليه هيعسل؟ يا اخويا ده ما كملش الشهر. والنبي كان كلامك صدق يا استاذ رجائي. النبي قال ان الراجل ده حرامي. والنبي ونصاب. والنبي والله يا حلاوه. شوفي سرجائي كان عارف ازاي؟ بقى هو شال الغنيمة ومشي في نص الليل. من فوق دماغك يا فالح. من غير ما تحس ولا تدرى يا متعب. النبي جدع. جري يا واد يا فكري، جري يا قوم يا واد اواه. مستني ايه يا واد؟ بسرعة هاتهولي، اواه هاتهولي. عايزاه يكون قدامي في 10 دقايق. هروح اجيبهولك من منيا لحد هنا في 10 دقايق. يا واد اتهمنا، عاوزين منك ايه؟ ايه؟ جري يا واد على المحامي. الحقني بالمحامي قبل ما يروح المحكمة. يعمل بلاغ للنيابة، يجيبوه بالتلغراف، يجيبوه بحديث، ما يستنوش عليه أبدا. يا أخي سلامتك يا أختي. ألف سلامة يا أختي. ألف سلامة. جري يا واد يا فكرة، تلاقي المحامي يا واد. امشي. المحامي بس هيعمل لها ايه؟ مراهر هيشد من ناحية تانية. ايه؟ تقول ايه يا واد؟ ما بقولش. على رأي الأستاذ رجائي قابليني على بابها. اوعى يا واد تقول حاجة للناس اللي تحت يا واد. حاضر. دول يفرحوا في مصيبتي يا فاطمة. يا ست بهيجة، يا ست بهيجة، قولي العوض على الله وانتهي يا اختي. في داهية الفلوس. هو انا على الفلوس يا فاطمة؟ ايه؟ طب بقى اسمعي، اذا كان على الرجالة يا ست بهيجة ما يهمكيش ابدا الرجالة. الرجالة ما هي على قفا من يشيل. رجالة انت كمان يا فاطمة، ما تختشي يا شيخ. إيه؟ هما فين دول بس؟ يا ست بهيجة، امال ايه اللي كان لافك على سمار الزهر؟ يا اختي بص لراحك الاول. تعالي هنا يا بنت يا منير. لحقتي تفرقي الفول يا بنت؟ وديت الفول فين يا بنت؟ فرقته على الغلابة، مش قلته كده؟ وفين السبب؟ اديته للشيخ اللي قاعد على الباب. باب؟ باب مين يا بنت؟ اوعي يا بنتي يا منيرة تكوني روحتي المقام تاني غير مقام السيدة. هو مش المهم الفول يتفرق وخلاص؟ ضروري يعني على مقاطيع السيدة؟ يا دي الخيبة؟ امال يا بنتي فرقتي على مقاطع مين؟ مقاطيع سيدة أبو الريش. يا لهوي. هو يا بنت سيدك أبو الريش بيتعمل له فول؟ كفتة كمان ما يقولش لا. يا دي الخيبة. هو أنا موعودة وقادر على الأرض. أنا موعودة بالخايبين. أدي انت شايفه يا سيده زين؟ مفيش في ايدينا حاجه والنبي يا اختي، عملنا اللي علينا يا سيده. معلش نعمل ايه بقى؟ شوفي مين يا بنت. يا سيد يا ستار. الله يا ستار. يا حبيبي يا فكري يا ابني. ما حرمش ولا حاجه. ايه بس اللي هيحرم دول؟ انا بتفهم يا فكري يا ابني ايه الموضوع على الصبح؟ لا يصرف بالله يا استاذ. يا استاذ
استاذ حد يفرح في الخيبة يا ستي بهيجة. وحياتك زمان بتوع البدرون بيفرقوا شربات. مش كفاية عليا يا جبر افندي، كسبوا القضية والمحكمة رفضت الإخلة. والله يا ست هانم احنا عملنا كل اللي في ايدينا، دي أول قضية في التاريخ يخسرها المكتب، ولذلك الأستاذ من نومه ما بينامش. لكن بيحب. لكن استنى هانم في السناب ست هانم. يريح نفسه يا أخوي. ازاي بقى؟ أنا خلاص حاسبهم زي ما هم. ازاي؟ يا ريتها كانت على قد بتوع البدرون يا جبر افندي. يا ريت. اقعد يا اخويا اقعد. ايه؟ اقعد. ده فيه بلوى اتقل من بلوى بتوع البدرون. عال بلوى استجدت النهارده. فرجت. اكبر بخاطرها واقعد يا افندي. والله يا ست فاطمه انا سايب المحكمه بتشطب على الرول وما اديتش خبر للاستاذ المحامي. يا اخويا انت هتلاقي جلسه اهم من الست، اقعد يا شيخ اقعد. على رايك. اجيب لك قهوه يا جبر افندي؟ اه. ليه يا واد؟ ليه ما تجيبلوش كازوزه احسن من الصندوق بتاعي؟ اه. انت عندك عصر هضم؟ اه. عندك؟ اه. اصل اه. يبقى اعمل لك قهوه. اه. تعال هنا يا واد. ايه؟ رايح فين؟ نازل. ايه وبعدين تنزل تحت. اسمع الكلام. انا عندك يا فكري يا ابني، خلينا نخلص بقى مال. حاضر. ما دام مفيش قهوه. حاضر. ايه الموضوع يا ست هانم؟ انا سايب شغلي وجاي في تاكسي يا ست هانم. سرقني يا جبر افندي. ما خلاش لا حيلتي ولا دلتي. قسمني خالص يا جبر افندي. هو مين ده يا ست هانم؟ يا اخويا جوزها. جوزها. هيكون مين يعني جوزها؟ سرق هدومي كلها يا جبر افندي. جوزك يا ست هانم هو حد غريب؟ ها؟ ازاي بقى؟ ها؟ ده طلع نصاب. نصاب؟ كده هو؟ حرامي. حرامي كبير. شيخ منصب. كده هو؟ رئيس عصابة. يسرق الكحل من العين. وانا اللي سلمته حالي ومالي. يا مصيبتك يا بهيج. يا خيبتك التقيلة يا بهيجة، يا فرحة العدوين فيكي يا بهيجة. الحقيقي يا فاطمة بقى عليكي يا اختي بعد الشهر. جاي هون يا فكري هتلاقي بشامة من على التسريحة يا واد. امشي انت يا واد يا فكري. خرابي فكري الواد مش قايل عليه اتحرك. خليك مطرح مش عايزاه من وشك حاجة ابدا. يا اختي ما تزعليش روحك، انا هدخل بنفسي اجيب لك اللي انت. او النبي يا ست فاطمة. حاضر يا اختي. عينيا. يا سلام. كلهم طمعوا فيا يا جبر افندي. ايوه. بعد سرقة الحرامي فيا. أيوة. بعد سرقة مرزوق. كلهم بيلعبوا من ورا ظهري دلوقتي. كلهم مين بس؟ احنا بناخد منك حاجة، حد بياخد منك حاجة؟ اخرس انت. ما تلاقيك قاعدة في مصايب كتير. شايف؟ شايف قلة الأدب يا جبر افندي؟ تعال هنا يا واد. اوعى تتحرك من هنا. نازل. انا مش عايزة حد من تحت يعرف اللي جرالي ابدا. انا لازم انزل. لازم انزل. اقعد على الارض هنا اهو. انا مش عارف قدامك مش هخلص من مصايب. شايف؟ شايف يا جبر افندي؟ ايوه. انا اللي الحق عليا. اي نعم. انا اللي جبت تعب الروح. يا سلام. وحياتك يا جبر افندي. ايوه يا اختي. ده كان حته شيال. شيال. مقطع وماشي حاله. يا سلام. اكلت. يا سلام. ولبسته. الله الله. وعملت له اوضه ينام فيها. الله الله الله. السلم يا جبر افندي. معلش. الاوضه تحت السلم. معلش. وقد كده هو. معلش. تحت السلم. معلش. قد كده هو يا جبر افندي. وتحت السلم. معلش. قد كده يا جبر افندي. وتحت السلم. معلش. خد بالك انت من الحكايه. معلش. قد كده يا جبر افندي. امشي يا غور. معلش يا ستانة. قد كده يا جبر افندي. وتحت السلم. انا عارف. مفيش حاجه بتروح الارض يا ستانة. اللي بيعمل خير بيلقاها نيالك يا فاعل الخير. هيفرسوني يا جبر افندي. هيموتوني. يا سلام. حطيتهم وسقط عمري منهم كلهم. تعرفي يا ست هانم انت كنت عاوزه حد يفهمك كويس يا ست هانم. ما حدش فاهمني ولا حد مريحني. كلهم حراميه. اي نعم. فشالين. اه. اجيب منين الايد النظيفه اللي تمسك في ايدي؟ ايدي اهي يا بهيجه هانم، انا امسك في ايدي. خد يا اختي يا لهوي. انت بس كده ليه يا اخويا؟ هي جرالها حاجه؟ الست دي معذوره. والنبي ايه؟ مسكينه. حلاوه. ربنا معاها.
ربنا يحفظها من كل سوء يا ظالم ماذا. وعلى كل حالة تحت أمرها وتحت إشارتها في أي وقت، وربنا يكتب لنا الخير والسعادة. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي، كتر خيرك يا أخويا. هاتف في إيدي، هات البرشام. حكيت لك يا أفندي على اللي عملوا فيها. وانت مالي ومن غير ما تحكي لي؟ ما هو باين اهو. هو ايه اللي باين؟ ايه ده؟ الخدمه اللي خدوا منها باين. الكمبيالات اللي مضاها باسمها باينه. كمبيالات؟ الارض اللي ادتها له بعد سوري باينه. ما تدي له جواب يا سيباهين. هو في جواب منصوص فيه على الحاجات دي استلم وريني يا سيباهين؟ يا علي يا ابويا، هو معقول يقر بخط ايده؟ لكن هو خد منك الحاجات دي كلها يا استلم؟ واكتر يا اخويا. قولي لي يا استلم، قولي لي ايه اللي حصل؟ فهميني. قول. كنت مديه الخدمه بتاعي وواد عبد الخالق ابنه. كويس كويس. وموكلها على املاها. كويس. قال لها سحبت الخدمه من عبد الخالق واديته له هو. وده اسمه كلام يا استلم؟ شوف بقى اللي حصل كده بقى يا جماعه. قولي له كمان يا ستهان، قولي له على المفاتيح اللي خدها، قول له على طقم السفره الفضه وعلى عود الالماس وعلى الخاتم وعلى بوست مرجان، قول له على كل حاجه. ما خلاش حاجة كده ولا كده ولا ولا يا جبر فندي. مش قلت لك يا خسارة؟ لا ده راجل مجرم. وده كله خده ازاي بصفة ايه استلم؟ بصفة جوزي. طيب استلم بقى، ما هو ما يبقاش خد حاجة من قوة. يعني ايه بقى؟ يعني قصدك تقول عليها العوض اللي خده منها؟ ازاي بقى؟ ما يقدرش المتر بتاعك يتصرف. بس هنعمل ايه في حاله زي دي يا استاذ؟ يا امال انا بعتلك ليه؟ امال جايبك على ملا وشك ليه؟ هنعمل ايه بس يا استاذ؟ اصل ما ينفعش نجيبه في حديد ولا غيره. ازاي بقى ما ينفعش؟ في اجراءات ثانيه، في قانون. اعملوها، اعملوا عليه كل الاجراءات. ايوه يا جماعه فندم. عايزه مصاريف يا استاذ، عايزه اتعاب يا استاذ. امال ايه؟ طب وهي الست شويه في البلد؟ لا العفو. قولوا لنا عايزين تاخدوا منها كام بصراحه؟ عاوزين ناخد كام؟ ايوه بصراحه. عاوزين ناخد كام استلم؟ والله بالتقدير المبدئي للرسوم من غير اتعاب على وجه التقريب حوالي 150 جنيه. يا خرابي 150 جنيه لكن انت؟ يا بلاش استفضل. يا بلاش، دول خمس قضايا استفضل. خمسة ويمكن ستة كمان. اشي جنائي واشي تجاري واشي شرعي واشي مدني واشي رومالي واشي واشي. امال استلم حاجه فاضيه ازاي كل اللي اطلع لك راح في الثاني؟ بس انا يا جبر افندي. ايوه استلم. مش جاهز معايا يا اخويا غير 100 جنيه بس. حد يعني الجنيه تبقى ايه؟ ست فاطمه ارجوك خلينا نشوف شغلها بقى. ست فاطمه استلم ال 100 جنيه هتقوم نرفع لهم كام دعوه كده على مقاسه بس استلم. ليه حوالي كام؟ شرط يا جبر. شرط استلم. شرط. عايزاكم تجيبوهولي بحديد. يا سلام استلم. حديد وزرنيخ استلم. حديد وزرنيخ. ايوه استلم. خلاص استهانم، اعتبر الموضوع منتهي يا استهانم. وانت عارف استهانم ان انا معاكي وقلبي معاكي والمتر بتاعنا هيتفرغ القضايا بتاعتك استهانم، وربنا يكتب لنا الخير والسعادة استهانم. خير والسعادة ما هو بجيبك اهو يا اخويا. يا ست هانم ده اقل ما يجب لذكر المرحوم يا استهانم. مرحوم؟ ايوه. مرحوم من بقى ان شاء الله؟ المرحوم احمد بيك حسن الشقلبندي رحمة الله عليه. مين؟ رحمة احمد بيك حسن الشقلبندي رحمة الله عليه. يبقى من الجزء الاولاني. يا سلام يا سلام. الراجل ولا كل الرجال. انعم واكرم. تعرف يا استفاطمة اشتغلت معاها 10 سنين طوالا عرابا كاتب جلسة. كان يحكم استفاطمة في القضايا وهو بيتاوي. يا عيني عليك يا سلام. انا مضطر استاذن. كل دي الفلوس محسوبة علينا واحنا لازم نكسب الوقت، وعشان نكسب الوقت لازم اخد تاكسي. خدت تاكسي وانا جاي وهاخد تاكسي وانا راجع. ها؟ تاكسي. خلاص ما انت قتلتني انت راجع. انا في زبدك تاكسي رايح وتاكسي جاي. طيب. تاكسي. ايه يا اخي ده؟ يكسب الوقت ده ولا يلهف الفلوس؟ يا فاطمه ما هي القضايا بتتكلف كتير يا اخي. يا ست بهيجه انت غاويه تضيعي فلوسك في الهوا. وحياتك وعمري ما كسبت ولا قضيه. يا الله. ما هو الحكايه. ايه يا اخويا؟ ايه خالد؟ ايه اللي حصل؟ انت جيت يا عبد الخالق. ايوه فاهمين. ايه اللي حصل يا خالد؟ شفت اللي عملوا فيا مرزوق؟ عمل ايه؟ ما انا عاوز اعرف عمل ايه. سرقني وطفش يا عبد الخالق. يا خبر ابيض. خد منها كل حاجه يا عبد الخالق. كل حاجه؟ كل حاجه. يا سلام. حذرتك بدل المره يا الف. مفيش فايده. ما كنتش مصدقاني يا خالد. قلت لك الراجل ده مش وش ناعمه باين في عينيه النصب والسرقه.
هي الفرقة بتبان في العينين يا عبد الخالق. يا خالتي راجل باين عليه انه نصاب وخبيث. يا ايه بقى؟ راجل متجوز وعنده عيال، هيجوزك ليه يا سيدي؟ عشان يسرقني يا فاطمة. لا، عشان فلوسك يا هانم، فلوسك. وانت كمان يا عبد الخالق عليا. يا خالتي يعني ايه؟ اكذب على خالتي؟ اكذب على روحي يا ناس؟ زي اخويا، دي خالتك من دمك ومن لحمك. طب ما انا كنت قاعد معاها في امان الله. ده انا سايب بيتنا وسايب كل حاجه عشان خاطرها. يا سلام. هو انا ما كانش ليا بيت ولا هي تفضل؟ طب ما انت عارف المحامي بتاعها استاذ عبد الخالق. وتصدق المحامي؟ تصدقي واحد غريب يا هانم يقول لك ان ابن اختك بيسرقك؟ انا كنت بسرقك بصحيح؟ عبد الخالق ما تخلينيش افتح اكتر من كده يا عبد الخالق. كفايه اللي عملته فيا انت كمان. كل واحد بياخد دوره. ايه بقى عملت ايه؟ احكي لي كده عملت ايه؟ ها؟ خدت حاجه من املاكك وكتبتها باسمي؟ مع ان ده من حقي مش عيبك. ما قلت لك يا اخويا دمك ولحمك. انت كمان معاه يا فاطمه. انا مع حد يا سبايه، انا واقفه لوحدي. سحبت فلوس من وراك يا خالتي من حساب البنك وحطيتها في حسابي مثلا؟ ضيعت ارضك مثلا؟ قوليله يا فاطمه. ايه قوليله؟ قوليله المحامي قال ايه على حساب البنك بتاعك؟ انا يا ايه عليه محامي؟ خلفني يا اخويا، ما انا كنتش خطيه. مش قايل قدامك يا فاطمه ان عبد الخالق محول على البنك فلوس باسمه من حسابي؟ كذاب راجل كذاب. انا كنت بحميكي من نفسك يا خالتي، دي شويه اوراق ماليه كنت صحيح بشتريها باسمي لكن لمصلحتك يا حبيبي. ده انت كنت فاكرني عبيطه. عبيطه يا اختي؟ ان شاء الله اللي يكرهوكي. يعني الحاجه اللي يختم عليها باسمي ايه؟ يا فاطمه يلهف نصها في جيبها. يا خالتي حمايه لي، بحافظ على كيان العيله، ما اقدرش اسيب كيان العيله كده يروح راح. يعني تاخد فلوسي وتسرقني انت كمان زيهم يا عبد الخالق، زي الغرب اللي بينهبوني. يا خالتي انا منك، منك ولك زي دفات المحاسبه بالظبط، منه ولو. يا خراب ايه؟ ده ما حدش عدله امان في الدنيا دي ابدا يا ناس. طب انا مستعد اضحك كل اللي حلت تحت تصرفك. حلتك؟ اه حلت. وانت كان حلتك حاجه؟ نعم انا الحق عليا، ده مجرد ما سمعت الحكايه دم ايه؟ تصوري يا ست فاطمه ان انا سبت شغلانه ب 149 جنيه و42 قرش عشان اجي لها واشوفها. من يا اخويا اللي قال لك؟ قال لي جبر افندي طبعا. لحق يا اختي يقول له، كنت كل ما اعمل حاجه يقول لك عليها انت لازم بتدي له فلوس على كده. ولا يا خالتي دي عامله تعمليها؟ تتجوزي نصاب بعد مستشار كبير؟ تتجوزي حرامي يسرق اكتشاف؟ الجبان ما عرفش يذكر مقامه. امال لو كان قاعد معاها سنه ولا اتنين كان زمانه شفاط. لا لسه ما شفطتش. ما سكتيه عني يا فاطمه، سكتيه عني. روحي روحي لحالك، انا مش عايزه منك مساعده ولا حاجه. روحي يا ابني. اروح؟ ده كان زمان. انا راجع اقعد هنا تاني يا خالتي على قدك لطالون ان شاء الله. ابعد عني يا عبد الخالق، انا مش عايزه من حد مساعدات يا اخواني. مصيبه ايه يا حبيبي؟ بتتكلم في ايه؟ نشوف ايه؟ تعالوا بعد جماعه معاهم عربيه عشان يشيلوا الصالون بتاع الاستاذ رجاء. الصالون تحته معاهم المفاتيح. ده معاه المفتاح بتاعي يا حبيبي. كده فيا يا فيكتور. استني يا خالتي ارجوك من النبي استني. مكتوب ايه؟ بعد جماعه ومعاهم عربيه عشان يشوفوا الصالون بتاع الاستاذ رجاء. يا خرابي يا اختي، ده ولا اللي بيقولوا عليه ارزين لوبينيا. حاجه عجيبه. ما تفعلوش. تعالى شوف الحكايه ايه. تعالى عبد الخالق. نعم. ما تسيبنيش لوحدي، رايح فين؟ الناس يشوفوا المصيبه يا خالتي. حاجه غريبه فاطمه. نعم يا اختي. حطيها في الناموسيه. اتفضلي. حاضر يا اختي. خش يا اختي. بقى دي عامله تعملها يا مرزوق. انا بس يا ستي بهيجه بساعده. عشرتي شهر بحاله ازاي؟ قلت لك ما كانش باين عليه يا اختي. يا ست بهيجه، ده انا قايله لك من الاول، قايله لك ان في ناس شافوه في المنيا بالشرط. اسمعي يا فاطمه، قولي للبنت منيره تسك الابواب، قفلوا الشرابيك. ده ما يتوصفش. قفلي يا بنتي يا منيره. ما اتفضلي. مش معقول ابدا. اتفضلي اتفضلي. مش معقول ابدا انك تقعدي في وسط الهيصه والزفه دي كلها تحت. اتفضلي. ايوه يا استاذ عبد الخالق، بس انا عمري ما طلعتش هنا. يا سلام، ده بيتك برضه. اتفضلي. ما زمان الخناقه انتهت. انتهت ازاي بقى؟ عشان الهيصه والزفه ما سبتش. مش معقول ابدا. اتفضلي.
فاكر حضرتك الاستاذ رجائي هيعمل لهم حاجه؟ مش معقول هيسيبهم ابدا. مش معقول. دول مش حراميه يا استاذ عبد الحسين. ازاي بقى؟ هما مش جايين ومعاهم مفتاح البدرون علشان يشيلوا صالون رجائي؟ يظهر حضرتك مش عارف الحكايه. ارجوكي اولا بلاش كلمه حضرتك، انا اسمي عبد الخالق على طول. عبد الخالق من غير حضرتك. ها احنا لسه هنعرف بعض النهارده ولا ايه؟ انما برضه الحق على فكره. هو الموضوع ايه بالظبط؟ ها فكري سبب الخناق. فكري؟ ايوه. فكري ازاي يعني؟ سبب فكري؟ اذا كان فكري بنفسه اللي جاوا لنا الحكايه. قال ايه؟ قال ان جماعه حراميه جايين بعتهم مرزوقه عشان يشيلوا صالون رجائي. لا ابدا يا استاذ عبد الخالق. يعني ايه بقى؟ فكري بيكذب علينا؟ ليه؟ مصلحته ايه؟ الحكايه ان الاستاذ رجائي باع الصالون بتاعه لجماعه يعرفها. وبعدين لما جم يشيلوه قام رجع في كلامه تاني. بقى ده السبب بقى؟ ايوه يا استاذ عبد الخالق. طلب منهم زياده 10 جنيه. لما رفضوا انهم يدفعوا الزياده دي طلع لهم مبايعه بالزياده. يعني وكان عاملها لبوس خالد حضرتك. يعني مش مرزوق اللي بعت؟ لا 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 لا، دول جايين مع الاستاذ رجاء. ده على المشاكل. يا سلام. تعالى يا واد يا كذاب يا ملاوع. انا كذاب يا بيه؟ كذاب ونص. ليه يا بيه بقى؟ انت مش قلت ان مرزوق باع الحراميه ومعاه مفتاح البالون عشان يشيلوا صالون رجائي؟ والله انا شفت كده يا بيه العربيه تحت ومعاهم مفاتيح. يا فكري ده مفتاح الاستاذ رجائي. يعني انا استهان الكذاب ولا وش ذلك؟ طيب وادعكتنا دلوقتي ليه يا مغفل؟ اللي حصل بقى. طيب اعمل فنجان قهوه يا ايه توصيل. لا انا مش عايز حاجه خالص. ازاي؟ مش معقول ابدا. فنجان قهوه سكر زياده. مفيش بن. بتقول ايه؟ ولا سكر. طيب يا ابني اصل بقى سيادتك واخد المفاتيح كلهم حتى مفاتيح الاجزخانه روح فين واخدهم؟ يعني ايه بقى؟ كده يعني كده. طب انزل هات حاجه ساقعه من اللي انت بتبيعها تحت. مفيش مانع عن خالق بيه. بس الاثنين كزوزه عن خالق بيه. ايوه باربعه ساقعه عن خالق بيه. افرض انهم بجنيه. طب هو فين الجنيه؟ يعني قصدك ايه يعني؟ لا بس اصل حضرتك بقى بتخصم على حساب الست خالتك، والست خالتك فاهمة من الصندوق وصاحب الصندوق واللي جوه الصندوق من ممتلكاتها الخصوصية. يعني ايه؟ يعني بتاخد ولا تدفع؟ حاجة غريبة والله. كده اهو. امسك. نعم. ادي 25 قرش. انزل هات حاجة ساقعة. حاضر. يكون ساقعة قوي. بس على الأقل بخش برانا. بقول أهلي للأدب صحيح. حاجة غريبة أوي. والله كلهم لطوف. أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً. والله ما كانش له لازمة خالص. ملوش لازمة؟ ملوش لازمة ازاي يا ريت الصيف؟ انت ما تعرفيش ان انا اول ما جيت كنت جاي لك على طول؟ انا ما كنتش موجود، انا لسه جاية دلوقتي ساعة الخناقة على طول. والله اللي منعني ان انا اجي لك ان انا قابلت جبر افندي وهو نازل من عند خالتي، حكى لي على اللي عمله مرزوق، طبعا انت عارفة اللي عمله مرزوق. ها؟ جوز خالد حضرتك؟ لسه بحضرتك. ارجوكي بلاش كلمة حضرتك. ها؟ خليكي معايا. يا ترى عملوا ايه دلوقتي؟ يا ترى الاستاذ رجائي عمل ايه؟ ما تشغليش بالك بالحكايه دي، خليكي معايا احسن. انا بسال بس. هتسالي ازاي؟ وحضرتك لما جيت ايوه ما لقيتش حد في البدروم؟ برضه لسه بحضرتك. انا ما دخلتش البدروم. يعني حضرتك طلعت على هنا على طول. ما بلاش الكلمه بقى دي اللي بتبعدك عني. انا بسال بس يا استاذ عبد الخالق. ازاي؟ انت لازم تعرفي انا باجي هنا ليه؟ انا متعلق بالبيت ده ليه؟ ها؟ ليا فيه؟ مش حضرتك بتيجي عشان خالتك؟ بصراحة أنا جاي لك أنت بالذات، ولما قابلت جبر أفندي وحكى لي على اللي حصل اضطريت أطلع على خالتي على طول. لكن حضرتك جاي لي أنا بالذات ليه؟ أنسة لطفية أرجوكي من فضلك بلاش حضرتك، أنا اسمي عبد الخالق، عبد الخالق حاف من غير حضرتك. ما أنا عارفة يا أستاذ إن اسمك عبد الخالق. أيوه أهي هي دي. عارفة كمان إن أنا جايب لك وظيفة عندي في المكتب بتاعك؟ لا مش عارفة. ما عشان كده أنا جيت، لازم نعيش مع بعض. ولازم نكون مع بعض على طول. من فضلك يا استاذ مش كده. امال ازاي؟ على العموم المكتب بتاعي على اتم استعداد، وانا في اشد الحاجه لوجودك معايا، وهنكون مع بعض في مكتب واحد وفي نفس الوقت في بيت واحد. انا راجع تاني هنا عند خالتي. ها؟ راجع تاني؟ ايوه راجع تاني. هقعد هنا. انا مش فاهم قصد حضرتك ايه. عايزة لطفية، انت مش مقدرة ان احنا الاثنين زي بعض. انت عندك تجارة وانا عندي تجارة والمكتب كله محاسبة، يعني نفس الحاجة اللي انت تخصصت فيها. لكن يا استاذ انا ما تخصصتش في المحاسبة. ازاي بقى؟ هما في التجارة المتوسطة ما بيدوكوش محاسبة ولا ايه؟ على كل حال انا هتوظف في الحكومة. دي حكاية لطيفة قوي. بس بقى شهادتك يا انسة لطفية
مش بتاعت حكومه يعني، هيدوك ايه 10 جنيه لغايه الدرجه السابعه يعني. ابويا عايزني اشتغل في الحكومه. بس ابوكي بقى لما يعرف انك هتاخدي عندي في مكتبي 25 جنيه في الشهر، تفتكري برضه انه يصمم على الوظيفه الحكوميه؟ 25 جنيه؟ ايوه ده مرتب اساسي. انا بدي خريج كليه التجاره 35 جنيه، انا عندي 5 خريجي جامعه. على كده حضرتك بتكسب كتير. والله بصراحه بقى مش قوي يعني، المكتب بيصفي تقريبا في المتوسط حوالي 172 جنيه و56 قرش حاجه كده يعني. فين الكازوزه بتسقع؟ يعني عاوز تقول ايه بقى يا واد؟ والله بس يعني قصد اقول يعني الاستاذ عزت يعني عزت رجع يا فكري. ايوه يا ست لطفيه، وحضر له الشنط عشان مسافر اسكندريه، والاستاذ رجاء حلف يوصله لحد المحطه. والخناقه خلصت؟ ما خلصت بالصبح. طبعا اسمك يا استاذ. لا بتروح فين؟ تعال احنا لسه ما اتفقناش على حاجه. ايوه ما اقدرش بس لما اسال. بس اسمعي انا راجع اقعد بيتك، افهمي دي كويس. عزت جابت براوز يا فكري. ايوه يا ست، وحضر لهم ومسافر اسكندريه ان شاء الله. هو خلاص عزت راجع اسكندريه؟ ايوه هيقعد اسبوع، ده عامل صورتين حلوين جدا وهيدخل بيهم المسابقه اللي هناك. انا كنت فاهم والله خالص. ايه والله والله انا كنت فاهم انه رايح لاهله مش راجع. ما برضه هيروح لاهله احسن له، يدور له على شغله بدل البهدله اللي هو عايش فيها هنا دي. هنا بهدله تمام، هنا عز البهدله، هذه هي البهدله. عزت مش مبهدل يا استاذ عبد الخالق. يعني ايه؟ عاجبك قوي؟ عزت فنان وعنده مبادئ. مبادئ؟ وعمل ايه بمبادئه دي بقى؟ عملت مكتب محاسبه. عزت وعملت 20,000 جنيه من ورا خالتي، وعملت عماره، ويمكن اشتريت اوتوموبيل. الله ايه اللي طلعك هنا يا استاذ عزت؟ كان لازم اطلع على فكره عشان اشوف ايه الحكايه. حكايه ايه يا عزت؟ ايه اللي طلعك هنا يا لطفيه؟ انا كنت بره ولما جيت لقيت بدرون مليان رجاله، والاستاذ رجاء بيتخانق. نزلت انا لقيتها واقفه في وسط الهيصه وصيتها، عزمت عليها تطلع معايا هنا. وتطلع معاك ليه؟ على ايجار ايه؟ اسكت انت يا لطفيه. اسكت يعني ايه؟ الله تتكلموا مع بعض ولا ايه؟ امشي انزل تحت على فكرة. انا ماليش نفس انزل. انزل يا فكري وقول للاستاذ رجاء خليه يستناني ما امشيش. والله اذا اتاخرت هبعتهولك. انا مش قادر افهم يا استاذ عبد الخالق ايه اللي مخليك متعلق بلطفيه للدرجه دي؟ ما قدامك بنات كتير من نوعك ويناسبوك، تقدر تلاقي لو دورت اكتر من كده. ايه الكلام ده يا عزت؟ هو فاهم كلامي كويس. انا عزت اللي طلعت مع النفس. انت ما انت زينا واحنا زيك يا استاذ عبد الخالق، انت راجل ابن ناس من اللي بيقولوا عليهم من عيله. ايه ده؟ انت جاي تهجم عليا ببيتي ولا ايه؟ لطفيه مش ممكن تناسبك يا استاذ عبد الخالق، اللي زيك لازم يدور على حاجه تانية خالص. دي اهانه لسه لطفيه. اهانه من وجهه نظرك انت؟ عاجبك الكلام اللي بيقوله الافندي ده؟ لازمته ايه الكلام ده يا عز؟ لازمته ان الاستاذ عبد الخالق قدامه حاجات كتير اهم منك. اقرب حاجه خالته وحالتها. انت مالك انت مع خالته يا راجل انت؟ بيقولوا ان جوزها سرقها وهرب. هو الاستاذ عبد الخالق هيجي يقعد معاها هنا علشان يحميها. بقى هي دي الفكره، عاوز يضرب عصفورين بحجر، عاوز يقعد مع خالته علشان يبقى معاك. بتقول ايه يا عزت؟ دي طريقه جميله قوي لحمايه خالتك يا استاذ. حضرتك نبيه قوي قوي يا استاذ. حكايه واضحه مش عاوز انبهها. انا كنت فاهم انك صريح، لكن للاسف ابعد حاجه عن نفسيتك هي الصراحه. اظن ما فيش داعي للكلام اللي سيادتك بتقوله ده. انا جاي اقدم خدمه لأنسة لطفية. انا عرضت عليها وظيفه ب 25 جنيه في الشهر، واعتقد انها قبلتها. وظيفه؟ استاذ عبد الخالق جاب لك وظيفه يا لطفيه؟ ما تكلمنيش بالطريقه دي يعني. انا كنت فاهم ان اساليبك غامضه، لكن اتضح انك واقعي جدا. ما تصدقش يا عزت، بدل ما ابويا ما وافقش. هيوافق طبعا. ما وافقش ليه؟ ابوكي مش عاوزك تشتغلي وتكسبي فلوس؟ ها؟ استاذ عزت. ايوه يا فكري. الاستاذ رجاء بعد جاب تاكس. انا مش عاوز تاكس، خليه يستناني. وعم عبد الرحيم وصل يا ست لطفيه. انزل بقى يا عزت، ابويا جه. ما تنزل يا استاذ تقول لابوها على الوظيفه اللي انت جايبها لبنته. طبيعي هقول له، يعني فكرك هاخدها عندي من غير موافقه ابوها؟ عندك فين؟ ده في المكتب بتاعي طبعا، حاجه غريبه قوي. لا تقبلي يا لطفيه، تقبلي تقبلي في تشتغلي في مكتب الاستاذ عبد الخالق. افتحي يا عبد الخالق، جابوا الحرامي ماسكه مرزوق. تقبلي تقبلي شغل مكتب الاستاذ عبد الخالق. ايه اللي قومك من سريرك دلوقتي؟ ايه ده؟ مين اللي طلع الرسام وبنت الكمساري هنا؟ ومطلع البدرون هيبتدوا يسحبوا علينا. خالتي خشي جوه احسن. اتفضل. انت بتزغني يا ولد، انت بتزغني وانت في بيتي؟
اطلعوا عينها هتعملوا ايه؟ مالو الحليب المصيبه اللي جات لي؟ مالكم سهر يا ست بهيجه؟ مش انسان شريف زي الكل؟ انت طالعه عينها تعملي ايه؟ فهميني طالعه تعملي ايه؟ خالتي انا اللي نزلت جبت لها اسم الطفيه من تحت. طب والواد الرسام ايه اللي جابه هنا؟ طالع ارسم المنظر بالكامل، طالع ارسم اللوحه الحيه. ترسم ايه يا عزيزي؟ لوحه نطق يا لطفيه، لوحه تاريخيه، المال الموروث في شخص بهيجه هانم، والمال المسلوب في عظمه الاستاذ عبد الخالق ومرزوق بيك، وطغيان المال وتاثير المال في شخصك انت. انا يا عزيزي استاذ عبد الخالق مش هيديكي 25 جنيه في الشهر؟ ايه؟ ليه يا سي عبد الخالق؟ هتدفع لها ده كله ليه يا اخوي؟ خالتي ما تليش دخل انت بالحكايه دي، دي مش من فلوسك، من فلوسي انا، فهمتي بقى؟ لا يا شيخ، ما هي في الارض في الاصل فلوسي يا سي عبد الخالق. يعني ايه بقى يا فندم؟ انت ناسي لما طلعوك من الحكومه في التطهير؟ ايه؟ ده انت نفسك ما كنتش وصلت ال 20 جنيه. لكن دلوقتي وصل وبيبيع ويشتري في مستقبل الناس. وانت اللي بتقول كده يا عزيزي. استاذ عبد الخالق هو اللي بيقول كده يا لطفيه، فاكر ان الفلوس هتفضل الاصل والاساس لكل شيء. ابدا يا استاذ عبد الخالق ابدا، احنا عايشين عشان نلغي شبع الفلوس من مستقبلنا. دي احلامك يا ابني اللي بتحلم، بكره الايام هتفهمك وتفهمك انت كمان يا لطفيه اذا كنتش قادره تفهمي. انا ما كانش لازم اطلع هنا. الله انت رايحه فين يا عزيزي؟ انا لازم اودع عز. الله انا جاي معاك قبل ابوك. يا ست بهيجه يا ست بهيجه، عايزه ايه يا ست فاطمه؟ يا اختي الكراوية يا اختي كراوية انت كمان، ما تطلقوها ولا تقدموها. مالك انت يا اخي بس ومال الناس اللي تحت؟ مالك انت يا اخي ومال الناس اللي تحت؟ ليه تنزل بس تعاقنا على الناس اللي تحت؟ ما تخليك انت يا اخي مع الناس اللي فوق. انت مالك انت يا بني ادم؟ مالك انت ومال الناس اللي تحت؟ تقدر تقول لي كده انت مالك انت؟ ما تقول لي وادي يا فندم. ساكت ليه؟ ما تقول لي مالك انت ومال الناس اللي تحت؟ فهمني بقى، فهمني مالك انت بس؟ مالك انت ومال الناس اللي تحت؟ واد يا فهد مالك انت يا بني ادم؟ انت مالك انت؟ مالك انت ومال الناس اللي تحت؟ تنزل ليه تعاقب على الناس اللي تحت؟ واد يا فهد انت جننت في مخك؟ تكلم نفسك ولا ايه؟ انا بكلم الحيطان اللي حواليا هي اللي تفهمني وتفهم كلامي. ايه ده اللي انت جايباه؟ هدومي يا فكر، انا خلاص هسيبها واترحم من الخدمه، هرجع بلدنا احسن. يا بنت ما تستنيني بس لحد ما اخلص اليومين دول وانتهي. انا بدي افهم بس، حاشر نفسك فيا ليه؟ عاوز مني ايه؟ يا بنت انت صعبان عليا، هتخرجي بره 13 مصر بلد كبيره اخوك ما يعرفكيش فيها. يا فكره انا زهقت من امارتها من فصول وليا البلانه اللي معاها دي كمان. انا زهقت اكتر منك، انت عارفه ايه اللي معدي ايه؟ عارفه يا فكره. ايه؟ خيبتك كده وقله الحيله وكلمتين حلوين اللي بتسمعهم من سعيد. ابدا انا قاعد عشان خاطرك انت يا منيره. يا منيره عالي يا بنت، يا منيرة، 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 يا بنت، يا منيرة. يا استبهيجة، استني بس. ايه بس؟ هتلفي بيا تاني على رجاء يا فاطمة؟ وماله يا استبهيجة؟ انت مش كان نفسك في سراجعي من زمان؟ مش قالك يا فاطمة انه مش بتاع جواز؟ لكن انا عارفة انه هامد وانكسر. رجائي لما يتهد ما بقاش حد احسن منه ابدا يا استبهيج. وايه اللي حيهده يا فاطمة؟ ياخد البركة فيكي يا استبهيج. طب قوليلي. نعم. ايه رأيك في التالي؟ تالت مين بقى؟ ايه ده؟ خالتي ما قلتليش لما كان جبر افندي انا كان عايز ايه بالظبط؟ خليك في حالك انت يا ابني، خليك في حالك احسن لك. ايه؟ خليني في حالي يعني ايه بقى؟ كان زمان معلش خليني في حالي. مالك مال العيله ما اقدرش اسيبه في ايديه شويه لصوص يلطشوا. ريح نفسك انت يا عبد الخالق، انت دلوقتي بتكسب كتير قوي يا ابني، ما كفايه عليك بقى. ايه ده يا اخويا؟ ايه اللي بتقوليه يا خالتي؟ ما اقدرش اسيبك لما يتلم عليكي مرزوم المرزوني اياهم يلم الباقي ويشطب على املاكك يا خالتي. يا سي عبد الخالق دي الست خالتك، مفيش عقل منها. لما اكون انا معاها يبقى مفيش حد عقل منها. والنبي. لكن لما بسيبها بتبقى في حاله سفه. حاله ايه يا ابني؟ حاله سفه. انا هطلب الحجر عليك يا خالتي الدعوه السفه، اسال المحامي بتاعك. هتشتكيني يا عبد الخالق؟ وهحضر عليكي كمان يا خالتي. خالتي انت سفيه. امشي بره. سفيه سفيه. انت عليك الادب. شايفه يا فاطمه؟ معلش يا شايفه بعد ما ربيته ولا عليا ايه؟ معلش انا يا فاطمه سفيه بعد الشهر. انا
خمس صناديق اللي بعناهم اول عن اخر ومعادي. ما دعيش يا ربي. في مثل بيقولوا بلدنا حكم، الفلاح لما يتمدن يجيب لاهله مصيبه. ما شفتيش نفسك في المرايه ولا يا بنت يا منير؟ ترى ايه واد يا فكري؟ يا بنت تسمع على بدل كنت لابسه فستان البامب ده، تعالى ما افرجك على منظرك في مرايه الاستاذ رجاء. اوعى يا واد انت سيبيه اصور، والنبي اصور، عاوز دخلني معاك ونبقى لوحدنا في الاوضه. بس لو ما كنتش بتصعبي عليا لا قولي لي. انت مالكيش اهل وترحيلهم؟ ليه؟ مقطوعه زيك من ست لطفيه هي اللي حيشاك. هتديكي اجره؟ هي هتكمل لي دروسي وتخليني اقرا واكتب. ما انا كنت سبت الزامي وطلعت اولي لما جم خدونا من البلد. من ورا الجاموسه. اخرس قطعت سنه. كاحل انت قصدك ايه معايا؟ فهمني. لا والله وصلنا احنا وبينا ولا بنات مصر صحيح. ايه ده يا بنت؟ ده يا بنت ايه ده انت بقيتي ولا بنات مصر صحيح؟ فشل، انا احسن منهم ومالي. تتجوزيني يا منيره؟ اتجوزك على ايه؟ على شطارتك؟ على فلاحتك؟ ليه لا ليه بقى؟ مالقش لحضرتك؟ صنعتك ايه عندي لما اتجوزك؟ بحبك يا بنت بحبك. واد يا فكري لم لسانك الله. يعني اشمعنى احنا مش هنتجوز يا عبيطه؟ ما الاستاذ رجائي خلاص طب مع ستك واتجوزك. ستك انت مش ستي انا؟ انا ماليش سياد في البيت ده. الله، امال مين بقى اللي كان بيخدم فوق عند الست بهيج؟ اديني سبتها لاجل وشي. وفاطمه الله البلانه الاخرى عماله تحرك وتفرك عشان تطبق في عمك عبد الرحيم. وماله؟ راجل كويس بالقريه له شغله ومنظوم فيها. ومش خايب ولا عارف له شغله ولا مشغله. ليه؟ طب ما انا ببيع كازوز اهو محترم وذو حيثيه. لو كنت فالح كنت كسبت من صندوق الكازوزه وكبرت فتحت لك دكانه زي علي الاشوح بتاع بلدنا. هو من بلدكم؟ من بلد جنب بلدنا. طب والنبي تتجوزيني يا ابني؟ واد يا فكري بقول لك لم لسانك. واد يا فكري لم لسانك. بقول لك لم لسانك. واد يا فكري لم لسانك. يا ولد يا ولد. اهلا استاذ عزت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا اخويا. الحمد لله على السلامه. ايه اللي جابك هنا؟ والله انا بس كنت نازل. ايه اللي جابك هنا يا بنت؟ ما انا هنا يا استاذ عزت، نزلت بعد ما حضرتك سافرت طوال. هنا في البدرون؟ ايوه عند ست لطفيه. يا شيخ ده حصل حاجات كتير قوي. حضرتك غايب يا استاذ عزت. لا والنبي. والله صحيح. والله. طيب خد خد الجنيه ده وحاسب التاكس وهات الشنط والشيه. ايه ده؟ وحاسب على اللوح. تاكس وجنيه؟ ايه معجزه يعني؟ جنيه وتاكس. لا نمشي بلاش لمضه. تاكس وجنيه. جنيه وبدله جديده وتاكسي. فين الجماعه يا بنت؟ كلهم بره يا استاذ عزت، مفيش حد هنا خالص. ولطفيه في المكتب. مكتب؟ لو انت مش عارف يا استاذ عزت، مكتب الحسابات، مكتب الاستاذ عبد الخالق ابن اخت الست بهيجه، بتروح الصبح وترجع اخر النهار. انت حتى بتتغدى هناك دلوقتي. هي ما قالتلكش؟ هتقولي فين؟ كنت ببعت لها كل يومين جواب وما قالتش في الجوابات ولا استعنت ترد عليا. حتى الاستاذ رجاء كمان بعت له كام جواب ولا رد عليا. اصلهم كانوا كلهم مشغولين. هل هم حصل لهم ايه؟ هم خسروا القضيه وعزلوا من البدرون ولا ايه؟ وفين الصالون بتاع الاستاذ رجاء؟ الاستاذ رجاء طلع فوق وخده معاه، كان باعه للجزار ورجعته الست بهيجه، وفاطمه البلانه نزلت تحت هنا مطرح. الاستاذ رجاء طلع فوق. وفاطمه البلانه نزلت تحت. انا مش فاهم حاجه. يا ولد. نعم. في اللي في ايدك ده؟ تعالى فهمني. حاضر، بس اما اجيب بقيه الحكايه من التاكس. يا بنت قولي لي الاستاذ رجاء طلع فوق ازاي؟ خد اوضه فوق السطوح؟ اتجوزها يا سعزه. تتجوزها؟ اتجوز مين؟ الست بهيجه صاحبه البيت. يا نهار اسود. الاستاذ رجاء. انت يا ولد. نعم. يا سيبني في ايدك ده، تعالى فهمني. انا بس ادخل الحاجه دي كلها وانا احكي لك الحكايه كلها من طقطق لسلام عليكم. ودلوقتي سلام عليكم. الواد عزت وصل في تاكسي. الواد عزت وصل في تاكسي. انا شفت الولد عزت وصل في تاكسي. لازم نموذج. بونجور يا مدموازيل، تسمحي لي ابوس ايدك؟ ترى يا استاذ رجاء انت راخر. الله الله. لا والله لايقه يا بنت يا منيره. يخرب بيتك. اسمعي يا بنت، حط احمر في شفايفك، طولي رموش عينيك، رفعي حواجبك، ادهني شعرك بزيت بس من غير فول.
اعملي كده وانت تبقي احلى من اي واحده في الدنيا. يا استاذ رجاء انت مالك النهارده يا استاذ رجاء؟ عشان يصدقوني الحكايه حكايه لبس شكل مين؟ ما تتحركيش يا بنت. عينك عني يا استاذ رجاء، انت عامل عينك كده ليه؟ مش مصدق عيني. شكل مين يا رجائي؟ لولو بريجيدا. لا عزيزة زنبالي. لا برضو لا. سيلفانا. او انت سيلفانا يا بنت يا منيرة. سيلفانا مين يا استاذ رجاء؟ سيلفانا منياني. اسمعني، انت ناقصك شوية اخراج وشوية مكياج وتبقى عاد. تعالي معايا، تعالي اوريك وشك في المراية. ايه يا استاذ رجاء انت مالك النهاردة يا استاذ رجاء؟ يا بنتي تعالي. يا فكري يا دوتي حشوني الحقوني. يا بنت ما اطلع للمصيبة بتاعتك فوق كده، قول لها اطلقني. مش عايز نفقة كمان، مش عايز تعويض. اللي حصل يا ابني ان انا اتنيلت اتجوزت، جت من نصيب يا ابني. اعمل ايه؟ نفسها حلوه. لكن انا احسن من مرزوق. لا طبعا، طبعا انا مش حرامي. لا 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 ابدا، انا مش حرامي. طبعا مش حرامي. انا احسن من مرزوق. طبعا انا مش حرامي يا عيني. طبعا هات سيجاره. حاضر. رجع دي، دي البلالة بتاعت مراتي بغيضة هانم. روحي حميها يا اختي روحي. هو ايه اللي حصل له يا سعيد؟ ايه يعني؟ ايه؟ اوعى. ايه؟ ايه يعني المسكر؟ هتموتوني من الجوع؟ عندي اوضة هنا، معايا عقد ايجار قديم، انزل في الاوضة بتاعتي هنا؟ عندي من الجوع يا بلالة ابدا. الله الله الله، تعالى بس. ايه بس؟ اطرديني. اوه تعالي يا راجل بس. طلقيني. يا راجل تعالي بسمعك. حوشوا والنبي. انا هنزل مع عزة. والنبي تحوشوا يا استاذ عزة. ما تخلوش يطلع لها بالشكل ده ابدا يا خرابي. دي كانت تموته من الضرب. انا هنزل معاك يا عزة. تعالي بس خليك معايا يا استاذ راجل. معايا عقد ايجار قديم وحنزل هنا هو معاك. طيب. مش حد البلانه عقد الايجار. بلاش ما تديهاش. موافق يا عزة؟ موافق. اي. اهو. العقد اهو معايا. خد العقد بتاعك يا ابني، احتفظ بيه. سكن ب80 قرش ثروه محدش لاقيها دلوقتي. انا مش حد البلانه عقد الايجار. بلاش ما تديها. لا مش حديها عقد. بلاش ما تديها. اعرف يا هادي عزه، البلانه عايزه تتجوز الكمساج. البلانه عايزه تتجوز عبد الرحيم، جايه هنا وراه في الاوضه. ازيك؟ الله يسلمك. وحشني يا ابني. انت اللي وحشني. وحشني وحشاني افكارك. انت ولد فنان حر. ايوه انما مالكش بخت. مالكش بخت زيي. مفيش حاجه اسمها بخت يا استاذ رجاء. الظروف هي اللي بتكيف كل حال. لما الظروف ما تبقاش مساعده الناس بتسميها بخت. الظروف بتكيف كل حاله وانا بتكيف من كلامك. شفت لطفية؟ أنا لسه واصل دلوقتي. لا زمانها جاية حالا. راحت المحاسبة، خدها الحرامي نسيبي ابن أخت مراتي عبد الخالق. زفت زفت زفت. طب تعالى بس، راح فين؟ تعالى بس راح فين؟ رايح أنام شوية زي أبو زمارة. خليك معايا هنا أحسن. أنا لا، أنا عايز أتوه. طيب. عايز انسى، عايز ارتاح. طيب ما تيجي ترتاح فوق. لا لا، انا 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 مش عايز ارتاح، عايز انسى. طيب تعال انسى فوق. لا انا هنسى هنا اهو. تعال معايا غني لي لغايه ما انسى. تعالى عايز بيتهجم عليا. خلاص بقى انا همشي. تمشي تمشي. تروحي فين يا بنت؟
ما دام رجاله البدرون رجعوا هقعد هما هنا، مش معقول هرجع بلدنا احسن. اول ربنا ما يعدلها لك وتتجوز الاستاذ عبد الخالق زي ابوك ما هو عاوز، ابعتي لي جواب ولا مسافه السكه بقعدش. ايه بنت الكلام الفارغ ده؟ انا مش متجوزه لا عبد الخالق ولا غيره. مين قالك الكلام ده؟ فاطمه البلاز. هي الست دي دايما حشره نفسها في كل حاجه. حقها ما بتبطلش زن على ودان كل واحد. طب استني هنا على بال ما ادخل الاوضه وارجع. ما سافرش يا ست لطفيه، اوعي تتحركي من مكانك. سامعه؟ اوعي يا منير. جماله ورجل على رجل كمان. ايه يا سي فكري، عاوز مني ايه؟ اجيب لك بطاطا؟ هات له روح. راجع تاني ليه؟ عشان حد منهم يعكسك؟ ابي اقعد يا فكري، امسك لسانك، انا مش هشتغل هنا. اسمعي، حاجه من الاثنين، يا تروحي على بلدكم تستني هناك لحد ما ربنا يعدلها وجهدك، يا تسيبي البيت ده باللي فيه حالا. انت اتجننت يا فكري. هتجوزك يا بنت، هتجوزك. يا طوفه، كل واحد عاوز يتجوز التاني، ايه اللي جرى في البيت ده؟ طوعيني يا منيره، محدش بقيلك في البيت ده غيري، تعالي معايا احسن لك. اجي معاك فين يعني؟ انا مش قلت لك يا اخويا واخد مقاول الكانتين في المستشفى الجديده وهشتغل معاه، وتعالي نعيش معاهم ونسيب البيت ده باللي فيه. فاكرنا عيله هتضحك عليا؟ هوديني يا منيره، ده انا فرصه ما تضيعهاش منك. انا ابقالك. طب وفين هي المستشفى دي؟ في حدايد القبه. طب ما انا بنت عمي بتشتغل هناك عند واحد مقاول. طيب اصلنا جينا من البلد مع بعض. طيب. هي وداه للمقاول وانا جابوني المنيله بتاعتك دي. طيب هتبقى قريبه من بنت عمك، مش احسن لك؟ بس يا فكري. يا بنت ما تخافيش، اذا تين زعلتك برجعي تاني. لا هبلغ عنك. بلغي، اعملي اللي يعجبك. طب ما روح احسن في الاول لعلي لاشوح، اصله بلدياتي وعامل مصيعه عليا. انت مش مصدقاني يا منيره؟ هتجوزك، هتجوزك. نروح لعلي لاشوح. علي لاشوح، لعلي بابا، لعلي لوز، لاي علي يعجبك. والنبي لا طوعك يا وداد. يلا هات هدومك وتعالى. انا لسه كل اللي حلت اهو، هات انت هدومك. انا حلت غير القميص والبنطلون اللي مسحتهم الاستاذ عزت. يلا بينا تعالى. مش نقول لهم يا فكري؟ نقول لمين؟ هو حد منهم كان بيدينا حاجه؟ حد منهم بيسال علينا؟ يلا قبل ما ياخدوا مننا بقيه العمر. دي الخدمه مهانه يا منيره. فاكراني مش هرجع ولا ايه؟ انا بعتلك جوابات كتير يا لطفيه. عارفه يا عز، ما رديتيش على جواب واحد منهم. هرد اقول ايه؟ انت قريتي جواباتي؟ ابويا كان بيوريهم لي وبعدين يقطعها. يقطعهم ازاي؟ هما باسمك ولا باسمه؟ انت صغيره؟ يا عزك انت ليه متحمس كده؟ الله، انت خارج من الاوضه دي ليه؟ انت مش عارف انها بتاعت فاطمه البلانه؟ كنت بنايم الاستاذ رجائي مسكين سكران، ما يصحش ينضر ويطلع عند الست بهيجه فوق. هو لسه ما تابش، ده برضه من يومين كان سكران، وبعدين الست بهيجه طردته ونزل نام هنا في اوضته. كل واحد بيتحمل نتيجه غلطه، نهايه طبيعيه للاستاذ رجائي. صعبان عليك يا عزه. للاسف هو احسن من كل اللي موجودين هنا، حتى مني انا. انت ليه ما ردتيش على جوابات الطفيه؟ ابويا عزت، ابويا حلفني وهددني. كنت بعتيلي اكتمي لي كلمه جواب، مجرد ما سيبك كده تغيري؟ لا يا عزت انا ما اتغيرتش، لقيت وظيفه، لقيت احسن مني. ما تكلمنيش بالطريقه دي. ما تخافيش، انا ما بحبش اغلط نفسي، لكن مش ممكن اقدر اسكت، مش ممكن اقدر اسكت. غصب عنك. عارف انا مين؟ ابويا مين؟ حسن محمد الهجان، كان فراش في جمرك اسكندريه، ودلوقتي بيشتغل في محل فراشه، عنده 9 اولاد، انا السابع. زي ابويا تمام. ثم انا ما سالتكش عن ابوه. استاذ عبد الخالق حاسب قانوني وخبير ضرائب، عنده مكتب والاقراض، ابوه صادق بيه محمد، وده تلاقيه كان مستشار زي جوز خالته بهيجهان. تفتكر انا كده يا عزت؟ مش عارف ايه اللي غيرك يا لطفيه. يا عزت انا ما اتغيرتش. الوسط في مكتب المحاسبه، معاك شبان كتير بيشتغلوا ويكسبوا ويلبسوا شيك، وساكنين في عمارات، منكم فيهم اللي عنده اوتوموبيل كمان. كلهم عندهم اوتوموبيلات. انا اسف يا لطفيه، انا صحيح لسه قدامي فتره كفاح طويله. كفايه عليك يا بدرونات، كفايه. عزت انت احسن واحد فيكم، مفيش حد فيهم زيك ابدا. انا معترف بكده، انا صحيح فقير وعيلتي فقيره، ما حديش حاجه غير قوه احتمال وبس. يا عزت انت احسن من احسن واحد فيهم. بقول
انا بستغرب ابوك يمنعك عني ازاي؟ يمنعك عني ازاي؟ ها ابويا كل اللي يهمه ان انا اكسب واشتغل. وتلاقي لك واحد غني يتجوزك تبقى فاصل تاني. هي دي المشكله، هي دي الحلقه المفقوده، هي دي الحلقه المفقوده اللي فيا. كل واحد عاوز الشعبط يطلع مع اللي فوق، عاوز ينط يطلع الهرم، عاوز يبقى في قمه المجتمع والهرم بيتبطط بيهم بينزل لتحت. انا عايزه بشتغل في المكتب غصب عني. خليك معايا، خليك معايا يا لطفيه، نبدا من اول السلم من اول بدرون. مفيش قدامي حل غير كده يا عزت، وانا مش شايفاك قدامي، مش شايفاك قدامي. كل الكفاح ده ومش شايفاني قدامك يا لطفيه. اعمل حاجه يا عزت، اتحرك. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ البيت سلم كبيره والشيزاخ باطل يا عزت. ادخل جوه اوضتك دلوقتي عشان مش عايزه اشوفك. رجعت بدري يا لطفيه النهارده من شغلك. ايوه، اصل البنت منيره هي اللي جت خدتني وقالت لي ان الاستاذ رجائي نزل هنا سكران وكان مضايقني. امتى الكلام ده يا لطفيه؟ حالا اهو. ازاي ده؟ انا شايفهم عند نشوع بتاع عصير القصب، هي ولاد فكري دول خلاص مشيوا. مشيوا؟ مشوا فين؟ مش راجعين. نشوع قال لي فكري خطا وهيتجوزها. مش معقول. انا شايفهم بعناية يا لطفيه، بس معلش الا بعد ما مشيوا. ازاي الكلام ده؟ دي ما قالتليش، ده انا قلت لها استني هنا على بال ما ادخل الاوضه وارجع لك، خرجت ما لقيتهاش. قولك ضحك عليها الواد فكري وخدتها معاه، هي لازم كانت بتحبه، عرفت تضحك عليك وعلينا كلنا. انا اللي من نفسي اديتها الفستان والجزمه بتوعي. كانت تستنى ما تشوفك هتعملي لها ايه؟ ما تاخديها عندك في بيتك بعدين. الواحد دي مش وش نعمه. انت برضه فاكر ان انا هقدر اتجوز عبد الخالق؟ يا بنتي انت حره. لكن انت عايز كده. الراجل لما احلف في مناسبات كتير. للدرجه دي؟ شاب كويس يا لطفيه، شاب كويس. يبقى صحيح بقى الكلام اللي بيقولوه انك هتتجوز فاطمه البلانه. انا يا لطفيه؟ بدل فكرني هقدر اتجوز عبد الخالق. انت يا بنت انت حره. انا هسيب المكتب وارجع اقدم في الحكومه تاني. ايه؟ بعد ما بقت مهنتي 25 جنيه؟ انت مجنونه؟ اللي ما سددت الديون اللي علينا. ده انا عايش طول عمري اعلمك على اخر جيد عشان الفرصه دي. انت من الاول وانت عايزني اشتغل في الحكومه. كنت هتشتغل بكام؟ مش غايته ب10 جنيه؟ تعالي يا لطفيه بلاش كلام جنان. هتعملي زي المغفل اللي اسمه عزت؟ عمرك ما هتثبتي على حاجه. بصيلي انا، بصيلي انا 20 سنه في الشركه استعبدوك 20 سنه. بعمرك واكتر من عمرك يا لطفيه. انا هسيب المكتب. أه؟ انا هستقيل. هو تعمليها؟ ده انا موتك. اذبحك يا اخويا. سامعه يا سعاد؟ فاهمه؟ سامعه يا سعاد؟ البنت المجنونه المغفله هي السبب ان انا زلت عشان الشركه. ده انا خرجت على اخوات العمال عشان خاطرها، عشان اربيها واعلمها. عملت ايه بس يا سعد؟ عملت ايه يا اخويا؟ عايز اسيب الشغله اللي ما صدقت نزقتها فيها ب 25 جنيه. بتاخد 25 جنيه يا ست فاطمه من اول شهر وانا لسه باخد 12. ده انا موتها لو خرجت. بس عملت ايه؟ راحت فين بس؟ راحت فين يا سعد؟ هربت من وشي، دخلت الاوضه. يا ناري، بس لو كانت طلعت ولد لكن ربطها زي ما تكون ولد. ما تزعلش نفسك امال كده يا سعادته، كل الشبان كده دلوقتي يا اخويا، والبنات دلوقتي اصعب من الصبيان. يا ست فاطمه، ده انا حرمت نفسي من كل حاجه عشان خاطرها. انا مش كنت عضو في النيابه؟ يا سعادته. طب دلوقتي العمال بيكرهوني عشان ايه؟ بص عليك يا لطفي. طب بس بس يا اخويا، بس يا سعادته بس. انا هدخل اعرف لك سرها ولا تزعل يا سعادته. بس امال تعبان يا ست فاطمه، تعبان طول النهار واقف على رجليا. ارتاح انت يا سعادته، ارتاح يا اخويا، مالكش دعوه بحاجه ابدا. ادخل نام في اوضتي ولا تزعل. قوم يا سعادته، قوم يلا يا سعادة. ارتاح انت ولا تزعل يا سعادة. يلا يلا يا سعادة. يلا بقى يا سعادة. سعزت؟ سيبيها يا ست فاطمه. هو انت سمعت كل حاجه يا سعزت؟ ايوه. ما تخافش يا اخويا، انا معاك. انا عارف انك معانا. عاوزني اقول لها ايه بقى؟ لا ما تقولهاش حاجه، لطفيه مش فارغه. انا قلت لها حاجات كتير، اذا كانتش فهمتها يبقى ما فيش فايده. ما هي غضبانه علشان. انا ما قلتلهاش تغضب علشاني، تغضب علشان روحها. يا اخويا كده بلاش. تعالي يا ست فاطمه. يا راجل بلاش. لا لا يوم بلاش. يا ست فاطمه تعالي بس. يا ست فاطمه. ايه يا عم عبد الرحيم؟ مالك يا عم سماد؟ ايه اللي حصل؟ ها؟ انا اصلي دخلت انام جوه. ها؟
ولسه بمدد على السرير ليه صوت بيكلمني. صوت؟ ايوه يا استاذ عزت، صوت راجل نايم في الاوضه. الله، هي الاوضه ضلمه؟ ما هي دايما ضلمه. الله، طيب وقال لك ايه الصوت ده يا عم عبد الرحيم؟ قال لي انا عارفك يا عبد الرحيم يا كمساري. انت فاكرني فاطمه البلانه جاي تلزق جنبي، وبعدين شخط فيا وقال لي قوم ما تلزقش. وده يطلع ايه ده يا عم عبد الرحيم؟ مش عارف يا استاذ عزت، اصل انا بقى قمت على طول وسبت حاجتي وهدومي. ما كنتش مصدق وداني في الاول، لكن لقيته حقيقي. ايه، بني ادم؟ بني ادم حي يا استاذ عزت. لا لا لا، مش معقول والله. طب اسمع مولي، انت جسيته؟ ما لحقتش. لازم هو ده. ده لابس جاكيتتي. انا الكمساري، انا ابو زماره. يا استاذ رجائي. يا عبد، يا عبد. بتضحك يا استاذ عزت؟ امال عايزه يعيط؟ عارف بتضحك يا استاذ عزت. عايزه يعيط؟ ده ولد فنان، ما بيعرقش، ما بياخدش ورديات. معلش يا استاذ رجائي تتعدى. انا مش رجائي. ويا اخويا ده، انا مش رجائي يا عبد، انا فاطمة البلانة. الله. بحمي بغيضه عيني، حلوه وبيضه ومربربه. ومعاها فلوس. اخي وقعت يا رجائي، وقعت يا رجائي. هو ماله يا استاذ عزت؟ هو ماله بيعمل كده ليه؟ سكران يا عبد، سكران، بتعب، بعرق. اصل عندي يعني عايز ارتاح يعني يا عبد، عايز انام يا عبد. أنا هنا. تعال يا عزة، خد سيجارة يا أستاذ رجائي، خد سيجارة. يا سيجارة، اسمع يا ولد، خليك فقير، خليك فقير، ما تدورش على ضمان اجتماعي، ما تعرقش، ما تتعبش، ما تاخدش ورديات. مفيش حاجة تفوقها يا سي عزت. الويسكي، الويسكي هو اللي يفوقني يا عم، يفوقني من الروم على الكينة. روم على كينة يا عبده، إنما إيه حريقة؟ الكاس بتلاتة ساغ يا عم، كاسين بستة ساغ يخلوك قليسطة. قولي يا عزت، جبت اللوح اللي خدت الجايزة؟ اتباعوا في اسكندريه. معاك فلوس يا ولد؟ والله لسه ما قبضتش ثمنهم، انما معايا اللي يكفيني وهديك الفلوس اللي عليا. لا 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 لا، لا مش عايز فلوس دلوقتي، لما اجي اسكر تاني معلش. ما تقعد يا عبده. الله، اقعد استفيد حاجه. اقعد. طب روح نام. الله، روح نام لك شويه، جرش. قول يا عزة، أول صورة رسمتها إزاي وفين؟ بعدين يا أستاذ. لا، لازم تقول لي دلوقتي. أوه، مش بس أما تفوق يا خي، مش أما تفوق. أنا فايق عنك يا كمساري. أنت عرقان، تعبان، بتاكل لقمتك بإيدك. قول لي عزة، قول. بعدين بقى. قول دلوقتي. يا أستاذ عزة. يا. يا استاذ عزة، قولوا 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 قولوا. قول يا حبيبي، اول صوره رسمتها ازاي وفين؟ قبل ما اسافر اسكندريه بيومين، قلت افوت على شركه بيع المصنوعات. كانت عارضه معروضات رخيصه بمناسبه الصيف. قلت اشتري جزمه وقميص على البنطلون الجديد اللي عندي. من فلوس يا ولد؟ طبعا من فلوس. ايه وبعدين؟ وانا واقف قدام الباترينا عشان اختار، الا ونزلت لك واحده ست
من اوتوموبيل شي وغمزت لك بعينك. واحده ست. واحده ست. امال هو واحده راجل؟ واحده ست. انا قريت قصه زي دي، قصه عن واحد رسام دخل المسابقه زي عزة تمام. لا يا استاذ رجالي، دي مش قصه، دي حقيقه وحصلت كمان. انا مصدقك يا ابني. قول. بصيت في الباترينه وبعدين كانوا عارضين هدوم اطفال وملبسينهم لعروستين في الباترينه، بنت وولد بيهزوا راسهم وبيضحكوا للناس. كان واقف يتفرج عليهم في الشارع طفلين صغيرين، ولدين حافيين من بتوع السبارس اللي بيناموا على الرصيف. رحت انت مطلع فلوس وخدت الولدين وجبت لهم هدوم زي اللي في الفاترينة، ها؟ عملت كده يا استاذ عزت؟ يا ريت. ها؟ كل اللي قدرت اعمله ان خدت الولدين الحافيين على اقرب مكتبة واشتريت فرخ ورق ورجحت بيهم على الفاترينة وقفتهم قصادها ورسمت الصورة. البني ادمين المقطعين المبهدلين بيضحكوا للخشب اللي لابس هدومه. عزت انت فنان يا ولد، بقيت فنان يا ولد. هي دي المأساة بالظبط يا عبده. بهيجة هانم عندها فلوس وعندها عمارات، والبنت منيرة الخدامة مش لاقية هدوم عشان خاطر تلبسها. بنت لطفية اداتها فستان وجزمة، لكن هي ما تستاهلش. الواد فكري خدها وهرب. هرب؟ خدها اتجوزها. امال ايه؟ ده ولد جدع. ايه؟ ده ولد بطل. احسن حاجة اتعملت يا عزة. عجبك فكري يا استاذ رجاء؟ الشعب اللي عاجبني يا ابني، الشعب اللي عاجبني يا ابني. انا مع فكري، انا مع الشعب. مفيش داعي العقد ايجار ب80 قرش، مفيش ضمان اجتماعي يا ابني، مفيش خوف من الحياه يا عزت. لازم يكون في قلب، في شجاعه، في قلب، في شجاعه. فكري احسن منك. ما تقولش كده. ومنير احسن منه. ما تقولش كده. بقولك احسن منك. انت سخران، خليك سخران على نفسك. بقولك احسن منك. الله، انت سخران على نفسك. موافق على اللي بيقوله يا استاذ عزت؟ موافق على كلامه؟ قول له موافق. موافق على كلامه؟ قول له موافق يا عزت. موافق على ايه يا رجائي؟ بتقول موافق على ايه؟ موافق اطلع فوق. وانا اللي بقول ده راح يزور خالته؟ لا، خالتي مش هتموت، اصلها عندها اولاد كتير كده ومش باين لها موت، مش حاوس. عزت رجع. مين؟ عزت. الواد الرسام؟ تعرف يا بهيجة؟ كسب الجايزة صورتين ب200 جنيه. على صورتين؟ ليه؟ رسمهم بايه ده؟ بمية الذهب؟ لا، بمية اللفت. انت ايه اللي نزلك هنا يا رجاء؟ نازل جاي يسلم عليا يا سيد بهيجة. ازيك يا اكسلانس؟ انت سكران تاني يا رجائي؟ انا سكران اول. امال بتتطوح كده ليه؟ لا ما في، لا ما تصدق. وفين الروب بتاعك؟ فين الروب يا عادل؟ الروب؟ فين الروب يا عادل؟ صرفنا، انا شفت حاجه. فين الروب يا اسمع، روب جوه يا ابني، روح هاته لها. وايه اللي وداه جوه يا رجاء؟ ما اعرفش. اوعى تكون بتدخلوا على فاطمه البلانه في اوضتك. عيب يا بهيجة. هو فين الواد فكري؟ فين الواد الخايب الملعب؟ ده انا قاعده هنا مخصوص عشان يراقبك. انت يا واد يا فكري. اجري عليا بقى مخبرين. يا واد يا فكري. فكري خرج يا ست بهيجة. خد البيت النيره وهرب. هرب؟ خدها اتجوزها. انت لسه ما عرفتيش الطرق لها؟ خدها وطار. واد جدع عنده شجاعة أحسن مني أنا. نفت بجلده، نفت بجلده، نفت بجلده. لا 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 مش كده. ما تلبس زي الناس يا عادل. تعال تعال يا سكري. إيه ده اللي أنت لابسهولي ده يا خالد؟ دي بدلة أبو زمار. إيه؟
تقعد البس الحاجات اللي زيها دي، فاهم؟ البس يا عادل، البس ما تتضير، امال اتضير يا سكري. ما تلبسيني كويس يا بهيم، انت سكرانه ولا ايه يا بهيم؟ انا اللي سكرانه؟ هي فين فاطمه البلاش؟ مش باينه ليه؟ انا مش عايزاك تنزل هنا تاني، فاهم؟ طيب ما جوه مع لطفيه بنتي، قولوا لها تحصلني على فوق، قولوا لها تيجي انا عاوزاه قدامي يا عادل، على فوق قدامي. مؤقتا يا عزه، الست عايزاني فوق شويه مؤقتا. يا الله قدامي هشوفك تاني يا ابني، هشوفك تاني. انت لسه ناوي تنزل هنا تاني؟ لا هشوفه بره، اظن في البراط اللي بتروحوها. ما تيجي ما تيجي معانا شويه يا مره. قدام يا عزه مؤقتا يا ابني. قوم ساري جرش. مسكين حالته بقت وحشه خالص. مفيش فايده يا استاذ عزت، ما هو ده لازم يحصل. واحد عاطل مش عايز يتعب ولا يشتغل، لها فرصه وبيتاكل وتشرب وتصرف عليه. استاذ رجائي كان ممكن يكون احسن من كده يا عم عبد الرحيم. ممكن يا استاذ عزت، ده واخد على الراحه، واللي ياخد على الراحه ما يقدرش يدوق طعم التعب، ما يطيقش يعرق، ما يعرفش ياكل اللقمه الا من ايد غيره. بائس مسكين. ما علينا، قول لي يا استاذ عبد الرحيم. ايوه يا استاذ عزت. انت قطعت الجوابات بتاعتي؟ جواباتك انت عزت؟ ايوه الجوابات اللي كنت ببعتها لطفية. هو انت قابلتها؟ طبعا شفتها. عشان كده عايز اسيب شغلها. انا ما قلتلهاش تسيب شغلها. انت هتكذب عليا تاني يا استاذ عزت؟ اوريك جواباتك. انت ليه تقطع جوابات غيرك يا عم عبد الرحيم؟ غيري؟ دي بنتي يا استاذ عزت، بنتي اللي ماليش غيرها تبقى غيري. هسيبك عليها تغواها وتضللها؟ مش احسن ما تقع تحت رجلين اعلى منها؟ انت بتقول ايه يا عزت؟ اسمع يا عم عبد الرحيم، هي ابوها كمساري وانا ابويا فراش، احنا الاثنين زي بعض وعشنا مع بعض سنين، سامع؟ عشنا مع بعض سنين. بحسبك هتقول لطفيه زي اخته وتخاف على مصلحتها، لكن مش معقول. ده انت سايب بلدك وطفشان من اهلك. انت بتقول ايه يا راجل انت؟ اسمع يا ابني، انا مش فضيلك. خليك في حالك وانت في حالنا، انا مش عايز اتكلم كتير. ابراك لا نملة حبتين. البدله الصفراء ورميها على الارض يا سراجاي، دي شقه اشرف من 60 بهيجه و60 خديجه و60 فاطمه و60 فاطمه، مش كده؟ 60 مين يا سعزت؟ تعالي يا استاذ لطفي، مفيش حد يا اختي. انت بتقول 60 فاطمه؟ انا بقول الست فاطمه، عم عبد الرحيم هو اللي بيشتم بال60. انت قابلته يا عزت؟ ايوه، سابني ودخل ينام في اوضه الست فاطمه. لا 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 لا، مش اوضتي انا يا اخويا، دي لسه اوضه الاستاذ رجاء، هو راضي يديني العقد بتاعها اللي وياه. لكن انت بتنامي فيها يا ست فاطمه؟ هي وصلت للدرجه دي ابويا ينام في اوضتك؟ ابدا وحياتك يا استاذ لطفي، عمره يا اختي ما دخل عندي ولا نام عندي الا اذا كنت انا بقى بره الاوضه. هو انت مش عارفه ابوك يا اختي؟ ده بيرجع من الشغل مدغدغ. هو كان بينام على صالون الاستاذ رجائي. ابويا اتغير خالص يا عز، ما كانش كده الاول. ما فيش حد بيثبت على حال يا ست لطفيه. او النبي يا سعزت، حق حتى المنايل اللي اسمه فكري ما صدقت بنتي طوعته وراح لهيفها وطاير. سابونا وخرجوا وهم مش ضامنين يتعشوا، مش خايفين من المستقبل، من الليل من بكره، مش جبنا بتوع وظايف وما هي ثابته اخر كل شهر. هم دول اللي عندهم امل، هم دول اللي عندهم شجاعه. واحنا يا اخويا هنشغل نفسنا بيهم ليه؟ انت علمت البنت الخدامه ازاي تلبس الفساتين وكزم، علمتيها ازاي تقرا وتكتب، انما ما تعلمتيش منها حاجه ابدا. انت يا عزت مش زي فكري ولا في مكانته. اسمع استاذ فاطمه. نعم يا استاذ رجاء كان عصيان يديك العقد بتاعه. ايه ده يا عزت، هتعمل ايه؟ ابوكي كان بيعايرني ان انا سايب بلدي وطفشان من اهلي، انا راجع لبلدي وراجع لاهلي. وبعدين تعمل زي الاستاذ رجائي، كل ما يزعل من الست تاني نازل لي على الاوضه. لا يا ست فاطمه، انا بحب الحياه مش خايف منها، خدي العقد ده هديه مني ليك. والنبي تشكر يا عزت. كمان عليا قرشين للاستاذ رجائي، انا عارف انك هتوصلهم لي. اوصلهم له من عينيا يا اخويا، من عينيا يا عزت. يا اختي مالك يا استاذ لطفي؟ مالك يا اختي بتعيطي ليه؟ حوشي يا ست فاطمه، حوشي ما تخلوش يسافر، هيسافر مش راجع يا ست فاطمه. انت بتحبيه يا لطفيه بتحبيه؟ نعم يا ست فاطمه، ادخلي ما تخلوش يسافر. انا يا اختي وانا اقدر يا حبيبتي؟ ده سو راجع على راي الست بهيجه. ابدا يا ست فاطمه، ده مؤدب حتى وذوق عشان خاطر. طيب يا اختي ما دام انت رايداه للدرجه دي، انا اسافر معايا يا ست فاطمه. سافري يا اختي، وايه المانع ما دام هيتجوزك؟
بس ابويا يا ست فاطمه اسيبه ازاي؟ ابوك ده تسيبيه عليا انا يا اختي. مفيش دعوه بيه ابدا. ده اذا كنتي ناويه بصحيح. طب ادخلي قولي له ان انا هسافر معايا يا ست فاطمه. انا يا اختي ما اقدرش ادخل على راجل في اوضه لوحده. حضري نفسك انت وساعه ما يجي يطلع اطلعي وياه من سكات. طيب يا ست فاطمه. يلا يا حبيبتي مستنيه ايه؟ كتر خيرك. يلا يا روح قلبي. يا اختي خيري انا يا اختي. البركة يا جامع. يا حفيظ يا رب يا حفيظ يا حفيظ يا رب. بقى يدخل ينام دقايق يغرق الفرش كله. هو مين ده يا سعاد؟ استاذ رجاي دخل ينام هو سكران غرق السرير بتاعه. يا اخويا ما تقولش الكلام ده، هو عيل صغير. ده انا ما عرفتش انام يا ست فاطمه، الفرش كله غرقان. يا خيبتك على اخرة العمر يا استاذ رجاي، والنبي صعبان عليا. ازازه بحالها يا ست فاطمه، ازازه بحالها مدلوقه على الفرش. ازازه؟ اه. ازازه ايه يا خمره من اللي بتقتل. هي خمره يا سعد. اه خمره. والنبي ده انا افتكرتها ميه. والنبي يا سعد نبي قولي ليه كده انت دخل اتصال لي. الست دخلت تصلي. دخلت تصلي. طب خلوها تصلي. انت ايه اللي نزلك يا رجائي؟ يا استاذ رجائي انت مش كنت طلعت فوق؟ نزلت ليه تاني؟ فسحه ربع ساعه زي التلاميذ. على بال الست ما تصلي. انت ايه خالص يا سكران؟ وده معقول يا بلان افضل سكران وانا ببص في عينيها من غير نظاره؟ ده لما بشوف عينيها من غير نظاره بفوق. هي فيها اللعنين يا سراجاي. بقول لك بفوق. والنبي عينيها حلو. حلوه قوي قوي يا سراجاي. زي البومه. يعني بتكون بتتصنط علينا زي عويد. تعرف يا عبدو انا عملت ايه؟ رحت مسنكر عليها الباب بالمفتاح. وقلت لها يا بغيضه يا حبيبتي مش هفتح لك الباب ابدا الا ما تخلصي التراويح عشان تدعي لي كتير يا عبد. ونزلت ليه بس يا سراجا؟ قلت لك ربع ساعه فسحه. تعالى هنا انت رايح فين؟ ايه؟ عايز ترجع تنام تاني ليه وانا كمساري نوم زيك؟ انا عايز اتوه يا ابني. فقت لما قعدت شويه فوق فوق عايز اتوه تاني اتوه. طب ما تخليك فيا احسن. احسن؟ احسن لمين يا بلانه؟ احسن لي ولا احسن لا؟ غلبي عليك ده انت شكشوح. اوعى ما تتعبش نفسك، ده انت دلقت الازازه كلها على الفرش. انت كذاب، ازازه بحالها جنب الحيطه. طب قولي لي يا فاطمه سايبها ازاي؟ والنبي يا سراجا والنبي سعبدو قال لي انك دلقت الازازه جوه على الفرش. كلها على الفرش. اه هو سعبدو قال لك؟ هو سعبدو بيقول لك دلوقتي؟ الله انتوا بتقولوا لبعض دلوقتي. ايه ده؟ ده اتغير خالص يا فاطمه. انا ما اتغيرتش. انا ما اتغيرتش. انا زي ما انا. الدنيا هي اللي اتغيرت يا عبدو. الناس هي اللي اتغيرت يا عبدو. انا زي ما انا. انا ثابت. ثابت محلك سر. طيب حالك سر. طيب طيب انت ثابت. ثابت محلك سر. انا ما اتغيرتش. ما اتغيرتش ولا بتتحرك. الناس هي الناس هي اللي اتغيرت. طيب طيب الدنيا هي اللي اتغيرت. انما طيب. انا زي ما انا ثابت حالك سر. طيب تحب بقى تشوف الازازه اللي اندلقت؟ احسن. الفسحه قربت تخلص. طيب الجرس هيضرب ورايا ابو زمار. والنبي صعبان علي صعبان علي قوي سراجا. يا سعيد سعيد. ايوه سعيد. ايوه تعالى يا اخويا انا عزاك اطلع هقول لك على حاجه. الله انت رايح فين يا سعيد؟ لا بس سيبيني اتفقنا. انا عاوز اشوف حد ولا عاوز اكلم حد؟ استنى بس يا سعيد. استنى بس يا واحده. استنى بس عشان خاطري يا استرطفيه استرطفيه استرطفيه. يلا يا حبيبتي امال مستنيه ايه يا استرطفيه؟ يلا يا ستي انا. يلا يا روح. يلا يا اختي يلا يا حبيبي. يلا يا نصفية. يلا يا نصفية رايحة فين؟ أنا رايحة معاك. ما تطلعوش. مش وقت الكلام ده. مش وقت الكلام ده. اطلعوا. يلا. يا سلام.
بتقول لي يا سي عبدو ان الازازه اندلقت؟ امال ده ايه عمى ده؟ كاس ولا اتنين اللي اندلق؟ كاس ولا اتنين؟ امال ايه اللي مغرق الفرش؟ ده عرقك. انت مش بتعرق يا حبيبي وبتتعب؟ او ده عرقك وده عرقي. حاسب بدك تشرب الازازه. بق واحد يا بنت. لا يا سراج. بق واحد اصل خلاص الفسحه قربت تخلص، الجرس هيضرب خلاص. لا وحش عليك يا سراج. ايه بس ما تحشي يا فاطمه. وانا هعمل ايه بس يا سعبدو؟ يا سعبدو اودي الازازه دي فين بقى؟ هات يا اخويا شيلها لك ويايا كده. اه عشان تاخديها وتشربيها انت وسي عبده وتخلوها صهلبيصه. لا انا هديها للواد عزت عشان ده ولد فنان. عزت ما بيسكرش. عزت يا عزت خرج يا سرجاي. خرج راح فين؟ سافر على بلد يا سرجاي، رجع لها. من غير ما يشوفني، من غير ما يقول لي. هات انا اشيلها لك عندي. ايه مش مستأمني؟ حدها اللطفيه بنت في ايه؟ لطفيه بنتي كويسه. انا بعزها زي عزه تمام. لطفية خرجت يا سي عبدو. خرجت راحت فين يا فاطمة؟ سافرت مع عزت يا اخويا، سافروا مع بعض. ايه؟ زي فكر ومنيرة. راحوا مصر الجديدة يا عبدو، راحوا مصر الجديدة وسابونا في القديمة. انت تضحك علي يا استاذ رجاء يا شيخ. انا فرحان ومبسوط. لو انهم حيوحشوني الولاد، حيوحشوني. لطفية تعمل كده مع مين؟ مع عزة؟ مش معقول، مش مصدق. لطفية اشرب يا عمر. اشرب زي ما ارجع عني يا استاذ رجاي. ارجع عني، حرام عليك. اشرب يا استاذ رجاي. اشرب. يا ما تضحكش يا استاذ رجاي، ما تضحكش. انت بتضحك علي يا استاذ رجاي. يا عبدو ما تقدرش تجري وراهم يا عبدو. انت خلاص ركبك ثابت زي ركبي. احنا الاثنين بقينا محلك سر يا عم. يا سرجاء سيبه في حاله بقى يا اخي، حرام عليك. بقينا محلك يا باي. محلك يا عبدو. مش هتقدر تحصلهم لو جريت وراهم. الاوتوموبيل بيسبق الحصان والطيارة بتسبق الاوتوموبيل. احنا في عصر الطيارة يا عبدو، عصر عزة ولطفية. يا استاذ رجاي انت هتسكر علينا يا استاذ رجاي. عصر عزة ولطفية. خد يا فاطمة بالعقد اهو يا بنتي، استعمليه. خد الأوضة، هنزل لمينا. مشوا.
مش شوكولاته هنزل لمين؟ وده وقت يا سرقائي وده وقت يا شيخ. اسمع الكلام يا بنتي، خد استعمل الاوضه بدل ما يجي حد يضايقك. يا سرقائي يا ستي خدي ليله هنا ليله هنا يا سرقائي، ما تقولش الكلام ده مال. يا خساره يا عزه، خساره يا ابني، خساره لطفي. كان نفسي يا اولاد اروح معاكم مصر الجديده بتاعتكم. مصر الجديده؟ هم راحوا مصر الجديده يا فاطمه؟ ابدا، والنبي يا صاحبته، والنبي يا اخويا سافر بلد، راح اسكندريه. ما تصدقهاش يا عبده، راحوا مصر الجديده. مصر الجديده دي مش شارع، مش بلد، ده وطن. وطن يا عبده. صح يكون في اسكندريه، صح يكون في دمنهور، اي بلد دلوقتي بقت مصر جديده يا عبد. وعيشوا منين في مصر الجديده يا فاطمه؟ انا عارفه يا عبد، هيعيشوا من املهم يا عبد، من افكارهم، من شبابهم يا عبد، زي فكر منير الغلابه دول. هيعيشوا منين؟ هيعيشوا منين؟ هيعيشوا من غير جبن، من غير نفاق، من غير ذل. الحق الحتة اللي راحوها يا فاطمة مصر جديدة خالص. يا رجائي اطلع على عمان. جايلك جايلك يا مصر عتيقة. هروح منك فين؟ هروح منك فين؟ يا بختك يا عزة، يا بختك، يا بختك يا لطفي، يا بختك يا فكري، يا بختك يا منير. سبتوني يا أولاد بالقسمة والنصيب، كنت عايز أروح معاكم يا أولاد مصر الجديدة بتاعتكم، لكن مش قادر يا أولاد، مش قادر، مش قادر يا ولاد. انا خلاص، انا خلاص يا ولاد، انا خلاص، انا محلك شر.